بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. يظل دائما النادي الأهلي فوق الجميع، يظل دائما النادي الأهلي فوق الجميع. كلمة الكل يعرفها والكل بيحبها والكل ينتظرها، وكل جمهور النادي الأهلي يعرف معنى هذه الكلمة بمنتهى الدقة وبمنتهى الاحترام. احنا دايما عارفين بنتكلم في ايه، ودايما كجمهور النادي الاهلي عارفين احنا عايزين ايه. بعض الاعلاميين او احد الاعلاميين اتكلم اول امبارح عن هذه المقولة. انا الحقيقة الموضوع بالنسبة لي هو ليه دايما بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيحاول ان هو يمنع جمهور النادي الاهلي او ينتقد جمهور النادي الاهلي علشان بيقول حاجة بيحبها، حاجة تخصه هو، وبيتقال على او الاعلامي اللي قال هذا الكلام قال ان جمهور الاهلي هو جمهور عنصري وجمهور نازي علشان هو بيقول هذه الكلمه او الاهلي فوق الجميع. الحقيقه من يقول هذا الكلام فالكلام اللي هو بيقوله هو كلامه هو اللي عنصري وهو اللي نازي، كلامه هو اللي عنصري ونازي. ليه؟ لانه الحقيقه ليه حضرتك مره تانية عايز تمنعنا من حب نادينا بالطريقه اللي احنا بنحبها بيه؟ احنا حرين، احنا شايفين ان النادي الاهلي سيظل دائما فوق الجميع، النادي الاهلي سيظل دائما فوق جميع ابنائه وجميع ابناء العاملين وجميع ابناء الموظفين واجهزته الفنيه ولاعبيه وكل شيء. النادي الاهلي هو فوق الجميع بالفعل. عندنا مصلحتنا مصلحة مجلس إدارة النادي الأهلي، أو مجلس إدارة النادي الأهلي يرى أن مصلحة النادي الأهلي هي الأساس في كل شيء، قبلها طبعا مصلحة البلد وبعد كده مصلحة النادي الأهلي. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. إذا كنت حضرتك مش فاهم الكلام اللي احنا بنقوله أو مش فاهم الحب اللي احنا بنحبه للنادي بتاعنا، فده مش ذنبي إن حضرتك مش عايز تتقبل هذا الكلام. أنت حر، أنت حر. كلامك عن شعار النادي الأهلي فوق الجميع أنا الحقيقة مش عارف هو ليه حصل دلوقتي، بس مش مهم. المهم نرد على هذا الكلام، الكلام العنصري والنازي. هو كلامك اللي عنصري ونازي، لأنه الكلام ده لو حضرتك تعرف لماذا خرجت هذه أو هذا الشعار بهذا الحب الكبير له. الشعار ده خرج وقت انتخابات النادي الأهلي في 92، واللي أطلقه العظيم الراحل صالح سليم، وكان شعار انتخابي، شعار انتخابي لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، يعني مش لجماهير الزمالك ولا جماهير الإسماعيلي ولا جماهير الاتحاد ولا جماهير المصري ولا لأ، ده للنادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي، إن الأهلي فوق جميع كل من يحب أو من ينتمي لهذا النادي. ليه حضرتك برضو بتحاول تمنع هذا الشعار؟ عمره ما كان شعار لا يدل إلا على حب النادي من قلبي. شعار النادي الأهلي، الأهلي فوق الجميع لجميع الأهلوية أو فوق جميع كل الأهلوية، مش لأي حاجة تانية خالص. إنما الكلام العنصري الحقيقي هو اللي اتقال، إن صفوة المجتمع هم بعض من لا يشجع النادي الأهلي، وتصنيف الناس بالمناسبة هو تصنيف عنصري ونازي. إن حضرتك تصنف الناس بهذا الشكل وبهذا المنظر هو تصنيف عنصري. التصنيف اللي حضرتك قلته هو تصنيف لا يصح أن يقال. إن أنت تقول إن الصفوة بس هم اللي بيشجعوا نادي معين، الكلام ده غير صحيح. الكلام ده غير صحيح. هو عمر الشريف مش من الصفوة؟ هو فريد شوقي مش من الصفوة؟ ده لو بنتكلم، أنا مش عايز أخش في المنطقة دي الحقيقة، لأنها منطقة غريبة جدا ومنطقة عنصرية جدا. الكلام اللي حضرتك قلته أو الكلام اللي بيتقال هو اللي يجب أن يتصف بهذه الصفات اللي حضرتك قلتها. لكن إن احنا نتكلم عن شعار النادي الأهلي فوق الجميع، أيوة النادي الأهلي فوق جميع أبنائه وجميع موظفيه وأجهزته الفنية ولاعبيه وكل حاجة. فالحقيقة كلام غريب جدا جدا جدا، وحصل خلال الفترة اللي فاتت أو اليومين اللي فاتوا، وهناك
منهج من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، عايزين دايما يوصلوا لجمهور النادي الأهلي أمور هي ليست صحيحة، أمور كلنا كأهلوية عارفين كويس جدا جدا الكلام اللي انتوا بتقولوا ده ما بيخشش دماغنا، ولكن احنا بنحاول نرد على الكلام الغير صحيح، الكلام الغير صحيح اللي انت بتقوله أو اللي غيرك بيقوله. حملة ممنهجة بقالها يومين ثلاثة من بعض من لا يشجع النادي الأهلي في هذا الاتجاه، وهو كلام غير صحيح، عيب. احنا أو جمهور النادي الأهلي هو جمهور محترم، لا هو سمع ولا طاعة زي ما كان بيتقال أو زي ما بيتقال، عيب الكلام ده، عيب لا يصح. وبعدين إيه لما حد فينا يتكلم من جمهور الأهلي تلاقي 100 واحد من بعض من لا يشجع نادي الأهلي طالعين يقولوا هذا الكلام، بصوا بقى بيتكلموا إزاي، بصوا بيقولوا إزاي. هو حضراتكم كبعض من لا يشجع النادي الأهلي عايزيننا تقولوا هذا الكلام ونحن نسكت؟ محدش هيسكت على هذا الكلام، ولكن هنرد بطريقتنا وباحترامنا وبأسلوبنا وبأسلوب النادي الأهلي، مش هنرد بحاجة تانية. النهاردة النادي الأهلي هنقول لحضراتكم أن في بعض قرارات مجلس الإدارة اتخذها النهاردة، وأيضا بيان صدر من بعد اجتماع مجلس الإدارة هنقول لحضراتكم إيه اللي حصل فيه. خلونا نشجع نادينا بطريقتنا طالما لم نتعدى حدود النادي الأهلي. النادي الأهلي بمبادئه وبأخلاقه هو أعظم من أي شيء آخر، أعظم من أي نادي آخر بالنسبة لجمهوره، بالنسبة لجمهوره، ما بنقولش بالنسبة لجماهير أخرى. زي ما قلت لحضراتكم، هو العظيم الراحل صالح سليم لما أطلق هذه المقولة كان بيقولها في انتخابات النادي الأهلي، مش لأندية أخرى ولا لجمهور آخر ما بيشجعش النادي الأهلي أبدا. النادي الأهلي يظل دائما فوق جميع كل أبنائه، وأنا بأؤكد على هذه الكلمة. اللي بيحاولوا يصدروه بعض من لا يشجع النادي الأهلي إن بصوا جمهور الأهلي مغرور زي ما حضراتكم سمعتوا في التقرير، لا، احنا لا ننظر للي بعدنا، لأن اللي بعدنا بعيد جدا، بعيد في حتة تانية. يا جماعة بص حضرتك للأرقام، الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، بص حضرتك وشوف. أنا مش هتكلم في تاريخ امبارح، الحقيقة حلقة خط أحمر، وأعتقد كل الحلقات النهاردة في الترند وفي السادسة وكل الناس بتتكلم في هذا الأمر، لأنه أمر الحقيقة لا يصح أن يخرج من أفواه بعض الإعلام. حضرتك بتتكلم في السياسة، أنت مالك ومال الرياضة؟ اتكلم في السياسة زي ما أنت عايز وقول اللي أنت عايزه، فأنت بتعتبر أن أنت مفكر في السياسة مفيش مشكلة، لكن الرياضة مالكش علاقة بيها، في حاجات كتيرة جدا حضرتك ما تعرفهاش وغيرك وغيرك ما يعرفهاش. ما يعرفش أن جمهور النادي الأهلي ده بالنسبة للاعيبة والمجلس الإدارة ولكل الناس هو خط أحمر في كل شيء، هو خط أحمر. الجمهور النادي الأهلي ده هو الأساس في كل البطولات من 1907 لغاية دلوقتي، فما ينفعش حد يطلع يتكلم بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. لن نرضى بهذا الشكل ولا بهذا الأسلوب، لأنه في النهاية احنا جمهور ملتزم بنحب نادينا بطريقتنا، محدش له ان هو يقول لنا حبوا ناديكوا ازاي، احنا بنحب نادينا كده. الاهلي فوق دماغنا، الاهلي فوق دماغنا كلنا، فوق دماغنا كاهلاويه كلنا، مش اي حاجه تانية. فعمرنا ما هنقبل مثل هذه الامور. والنهارده مجلس الاداره اتخذ قرار برفع التوصيه، في هقول لحضراتكم النص الكامل لما اتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة في بيانه بعد اجتماع مجلس الإدارة، لأنه كلام هام جدا يخص جمهور النادي الأهلي وانحياز مجلس إدارة النادي الأهلي لجمهوره ضد أي حد بيحاول يشوه صورة جمهور النادي الأهلي. عمرها ما هتحصل، عمرها ما هتحصل. في استطلاع بصيرة قال، وهي بصيرة هي جهة حكومية، اتقال من استطلاع بصيرة ان جمهور النادي الاهلي او الجمهور المهتم بكرة القدم حوالي 80%، جمهور النادي الاهلي منهم 72%، 72%. فهل حضرتك بتغلط وبتقول كلام غير صحيح، غير صحيح على 72% من الشعب المصري؟ كلام غير منطقي ولن يرضى به احد، وعمرنا ما هنسكت على مثل هذا الكلام. ولكن
دائما ردنا هيكون بطريقتنا وباحترامنا وباسلوبنا، بعيدا عن اسلوب المزايدات اللي البعض بيعمله سواء على صفحات التواصل الاجتماعي او من بعض طبعا من لا يشجع النادي الاهلي، او على او بعض اليوتيوبرز اللي بيقعدوا يتكلموا وبيزايدوا على مواقف معينه. كل الكلام ده ما لن يؤثر في اي شيء، هنفضل دايما في ظهر نادينا باسلوبنا وبطريقتنا او باسلوب النادي الاهلي وبطريقه النادي الاهلي. كان مهم جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع، وسمعنا يعني ايه كلمه الاهلي فوق الجميع، وتقرير رائع جدا للكبير يعقوب السعدي الحقيقه، وهو بيتكلم عن ان الاهلي سيظل دائما فوق الجميع، فوق جميع ابنائه وكل محبيه واجهزته الفنيه ولاعبيه وكل شيء. النهارده بقى بعد نسيب هذا الموضوع ونخش على موضوع اخر، موضوع منتخبنا الوطني. هو ايه اللي بيحصل من الجهاز الفني للمنتخب الوطني؟ الحقيقه حاجة صعبة جدا جدا، ان حضرتك يعني هناك علامات استفهام على اشتراك بعض اللاعبين في التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني النهاردة. لاعبين الحقيقة، لاعب جاي من الساحل جاي يلعب، ولاعب آخر ما بيلعبش في نادي وبيلعب. حاجات غريبة جدا بيعملها الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني. الحقيقة عندنا وقت ان احنا ننتقد عشان الصالح العام، ننتقد علشان الصالح العام، ولكن احنا لا ننتقد لأي شيء. أن يظهر المنتخب بهذا الشكل الباهت جدا في الأداء سواء في الملعب أو حتى خارج الملعب، انتوا لو حضراتكم تاخدوا بالكم، يمكن ناخد بالنا احنا من هذه الأمور، أن في هرج ومرج بيحصل حتى خارج الملعب. انت النهارده لما اتطرد منك لاعب ولما اللاعب ده اتطرد، خش على السوشيال ميديا وشوف ان الناس كلها مبسوطه. تخيل ان الناس كلها مبسوطه ان في لاعب اتطرد من منتخب مصر لانه لم يكن له دور. فالواحد شايف النهارده حاجات غريبه جدا. معلش النهارده الواحد متنرفز بسبب سوء اداء منتخبنا الوطني. هو بالمنظر ده لولا التبديلات اللي حصلت ولولا نزول مصطفى محمد اللي انقذ كابتن حسام البدري والجهاز الفني، اعتقد ان كان هناك هيبقى قرار مهم للجنه الثلاثيه، لانه محمد شريف طلع حط الكره لمصطفى محمد، حطها من فوق حارس المرمى وكملها هدف التعادل، اللي لو لم يكن جاء هذا الهدف كان هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا جدا. انا الحقيقه مش متصور ان يكون ده شكل اداء منتخبنا الوطني. عندك مجموعه لعيبه كويسين. الغريبه بالنسبه لي، وانا هسال في نجومنا اللي هيكونوا معانا في الجزء الثاني من هذه الحلقه، هسالهم على هذا الامر، هو هل هناك علامات استفهام معينه على بعض اللاعبين اللي موجودين في التشكيله الاساسيه او التشكيله الرئيسيه للعبة النهارده؟ هل كان من الممكن ان يتم اختيار لاعبين اخرين يستفيد منهم منتخب مصر خلال الفتره الماتشين اللي فاتوا؟ حاجه غريبه جدا. ألاعب باهر المحمدي كباك رايت، وجهة نظري أنا بقى الشخصية، ألاعب باهر المحمدي باك رايت في المباراة الأولى اللي أنا محتاج إن أنا هاجم فيها، وفي المباراة الثانية اللي محتاج إن أنا دافع بيها أجيب أحمد توفيق اللي بقاله فترة طويلة قاعد في أجازة. طب ما لاعب باهر المحمدي اللي لسه لاعب. يعني الحقيقة حاجات غريبة جدا بتحصل في منتخبنا الوطني، وللأسف الشديد للأسف الشديد بهذا الشكل وبهذا المنظر لن نصل حتى إلى الأدوار الإقصائية اللي هتبقى في مارس إن شاء الله. لسه عندنا مباراتين، وبعد كده مباراتين في شهر 10 ومباراتين تانيين في شهر 11. يعني بهذا الشكل وبهذا المنظر لا، عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 جدا. احنا لولا تألق محمد الشناوي شال هدف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني، كانت النتيجة هتبقى فضيحة، فضيحة لمنتخبنا الوطني. للأسف الشديد هناك علامات استفهام كثيرة جدا، على الرغم من هدف التعادل وعلى الرغم من إجراء التبديلات، ولكن أن يظهر المنتخب بهذا الشكل لا، عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، يجب أن يتم حلها خلال الفترة اللي جاية، لأن الكابتن حسام البدري مطالب، عنده سكواد رائع الحقيقة، مجموعة لاعبين جيدين جدا، ولكن بنفاجأ بتشكيلة غريبة جدا في وجهة نظري. وهسأل برضو ضيوفي إن شاء الله اللي في الفقرة الأخيرة، هل التشكيل ده مناسب؟ هل كان في الإمكان أفضل من مكان؟ هل ممكن كنا نجيب لعيبة تانية؟ لأنه في لعيبة بقول لحضراتكم جم من بيتهم للمنتخب ولعبوا، وفي لعيبة دون المستوى تماما ما ينفعش تلعب في منتخب مصر.
ما ينفعش. والكلام ده على فكره احنا مش قلناه النهارده، احنا قلناه من قبل كده. هل اللاعب لمجرد ان هو قريب من لعيب اخر يبقى يجي يبقى موجود في المنتخب ويلعب؟ لا يا جماعه، الكلام منتخب مصر اكبر من هذا الكلام. منتخب مصر اكبر من كده بكتير قوي قوي قوي. عندنا ماتشات ممكن جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه يتم التعديل ويتم التعديل الاوضاع، لانه احنا عندنا منتخب قوي، منتخب جيد، عندنا اسماء لاعبين جيدين، سواء لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك او لعيبه الاسماعيلي او لعيبه بيراميدز، كلهم لاعبين جيدين. ولكن كيفيه الاختيار بقى خلال الفتره اللي جايه صعب جدا جدا. اللي احنا شفناه النهارده احنا اسفين جدا، انا اسف جدا، لان الواحد من جواه مغلول جدا من شكل واداء منتخبنا الوطني النهارده. حاجه تدعو للزعل، مش هقدر اقول اكتر من كده، حاجه تدعو للزعل. يا جماعه اللي بيحصل مع منتخبنا الوطني ده شيء غريب جدا جدا جدا. يجب على الجهاز الفني ان هو يعيد استثمار اللاعبين في الملعب خلال الفتره اللي جايه بطريقه او باخرى، لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر ولاعيبه تجيبها على حساب لعيبه تانية، ومش هقول من لعيبه من الاهلي عشان ما اقولكش انت في قناه الاهلي، في لعيبه في الزمالك ولعيبه في الاسماعيلي وفي لعيبه في المصري وفي لعيبه في الاتحاد السكندري افضل كتير من ناس لعبت في التشكيله الاساسيه النهارده. المنظر اللي احنا شفناه ده يخوفنا جدا جدا على المنتخب خلال الفتره القادمه. عموما دي كانت اخبارنا النهارده، او ده كان الموضوعين الاساسيين اللي انا هتكلم فيهم او اتكلمت فيهم مع حضراتكم. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هناخد بعض اخبار النادي الاهلي. النهارده كان في اجتماع مجلس اداره، هقول لحضراتكم قرارات مجلس اداره النادي الاهلي اللي تم اتخاذها اليوم، وايه اللي حصل ايضا في بعد ما رفعت اللجنه القانونيه في النادي الاهلي بعض التوصيات لمجلس الاداره، ايه اللي حصل؟ هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نشوف ماذا حدث في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه الاهلي النهارده بيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الاعلامي الذي تجاوز في حق النادي وجماهيره. ده كان قرار من القرارات اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي النهارده، وهناك بعض القرارات الاخرى اللي تم اتخاذها في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف ماذا حدث في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الاداره، نشوف ماذا قال بعد انتهاء اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. إلى جمهور النادي الأهلي ومشاهدي قناته ومنصاته الإعلامية في كل مكان، هذه تحية لحضراتكم جميعا. قبل أن نستعرض مع حضراتكم قرارات مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بمعقل النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، كان المجلس بحث في جلسة مطولة عدد من الموضوعات، واتخذ مجموعة من القرارات في نهاية هذه الجلسة على أن تبقى هذه الجلسة مفتوحة أو ممتدة لوقت لاحق يتم تحديده بإذن الله. قرر المجلس في البداية تكليف المستشار القانوني للنادي الأهلي الأستاذ محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تقديم بلاغ إلى معالي النائب العام بخصوص تجاوز أحد الإعلاميين في حق النادي الأهلي وجماهيره وقطاع عريض من المصريين من خلال وصفهم بالنازية. 2، بالإضافة إلى قرار المجلس بتقديم هذا البلاغ إلى معالي النائب العام، قرر المجلس أيضا تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الكبير الأستاذ كرم جبر للقيام بدوره المنوط به نحو ضبط الأداء الإعلامي وتطبيق المعايير والأكواد الإعلامية بحق الإعلامي المذكور. 3، تكليف إدارة الشؤون القانونية بالنادي الأهلي بالتحقيق مع الإعلامي بصفته عضو بالنادي الأهلي واستبيان والتحقيق بشأن خروجه عن قواعد وتقاليد وأعراف النادي الأهلي. 4، وافق المجلس على تعيين السيد الأستاذ الدكتور سعد أحمد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي اعتبارا من تاريخ اليوم 5 سبتمبر 2021. الجدير بالذكر أن الدكتور سعد خلال الشهور الماضية كان قائما بالأعمال بعد أن تم إجراءات معينة
لعملية التعيين وفتح باب التقدم والترشيح. والحقيقة إنه اللجنة التي كانت مكلفة ومشكلة لاختيار المدير التنفيذي الجديد للنادي الأهلي قد التقت عدد كبير من الحقيقة الراغبين في شغل هذه الوظيفة، واستقر القرار في النهاية على تولي الدكتور سعد شلبي منصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وهو اختيار صادف أهله، لأنه أداء الدكتور سعد الحقيقة ومنهجيته العلمية وأخلاقه العالية خلال الشهور الماضية جمعت الكل على قلب رجل واحد وأشاد به القاسي والداني. في نفس الوقت اللجنة قررت الحقيقة الاستفادة من بعض العناصر والشخصيات الوطنية المتميزة التي تقدمت بسيرتها الذاتية لشغل هذه الوظيفة للاستفادة من بعضهم في فرع التجمع الخامس الذي سيتم افتتاحه قريبا بإذن الله. أيضا وافق المجلس على إجراء مراسم لتكريم كل من الكابتن محرم الراغب والمهندس عدلي القيعي نظرا لعطائهم الطويل والممتد للنادي الأهلي عبر عقود طويلة مضت. أيضا وافق المجلس على مقترح خاص بإنشاء أو توفير مقر لعدد من البنوك في فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس، والذي سيتم افتتاحه قريبا كما ذكرنا. سادسا وأخيرا تم تكليف المدير التنفيذي للنادي الدكتور سعد شلبي من قبل مجلس الإدارة بعرض التصورات في الجلسة المقبلة الخاصة بتجهيزات المباني الداخلية لفرع التجمع من أثاث وأدوات مكتبية وأجهزة كمبيوتر وخلافه، بما يليق بحجم وعظمة المنشآت الحقيقة التي تم تشييدها في هذا الفرع، وكذلك التجهيزات لأماكن جلوس الأعضاء في فرع التجمع الخامس لتتسق وتتناسق أيضا وتتماهى مع قيمة أعضاء النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي كمؤسسة وطنية رياضية رائدة. هذه مجموعة قرارات الحقيقة لجلسة النادي الأهلي أو جلسة مجلس الإدارة التي انعقدت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة 5 سبتمبر 2021. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. دائما النادي الأهلي في المقدمة، ودائما تحيا مصر ووقاها الله شر الفتن. طيب دي كانت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، زي ما حضراتكم سمعتوا وشفتوا هي دي القرارات اللي تم اتخاذها النهاردة في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي. أيضا النادي الأهلي النهاردة بيكرم رجال اليد الأهلي بعد التتويج الإفريقي، زي ما حضراتكم عارفين يوم الخميس اللي فات الحقيقة استطاع النادي الأهلي أن يفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية النهاردة، وبعد رجوع البعثة مباشرة مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب وبتواجد كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بيكرم رجال اليد الحقيقة النهاردة. حاجة محترمة جدا أن الكل متواجد في هذا التكريم الرائع الحقيقة يستحقوه بعد أداء بطولي وأداء رائع في كأس الكؤوس الإفريقية اللي استطاع أن يفوز بها النادي الأهلي. وزي ما حضراتكم شايفين تكريم الكابتن محمود ومجلس الإدارة لهذا الفريق اللي إن شاء الله هيكون عندنا مباراة أخرى يوم الجمعة القادمة في بطولة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك. وكابتن رؤوف عبد القادر ألقى كلمة، الكل الحقيقة كان مبسوط جدا، كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين متواجدين. وفي النهاية ألقى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كلمة اتكلم فيها عن تكريمه أو تكريم كل هؤلاء اللاعبين. خلينا نطلع نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب في تكريم رجال اليد النهاردة، وبعد هذه الكلمة نرجع نكمل مع حضراتكم بقية الأخبار اللي معانا. ألف مبروك، الحمد لله ربنا كرمنا. البطولة كانت غايبة عن النادي الأهلي بقالها فترة طويلة. مكسب البطولات بقى رجالة بيبقى مسؤولية أكبر، لأن أنتوا كده بتقولوا للناس إحنا نقدر، وأنتوا فعلا تقدروا. أنتوا تقدروا تضيفوا بطولات تانية، وتقدروا تضيفوا كؤوس تانية، وتقدروا تخلي رقبتكم فيها ميداليات كتير. أنتوا تقدروا تعملوا كده. لناديكم وباسم ناديكم وتاريخكم وامكانياتكم انتوا كمجموعه، يعني امكانياتكم كبيره جدا واحنا مؤمنين بيها جدا. وهنا هتذكر معاكم يوم ما خسرنا بطوله الدوري على جول واحنا في الملعب، وانتوا تقدروا تكسبوا الكاس بعديها بثلاث ايام او اربع ايام، وانتوا عملتوا كده. وقلت لكم مستقبل ليكم،
وانتوا فعلا المستقبل ليكم ان شاء الله يعني. بس انتوا بقى ابتديتوها بدري ببطوله قاريه كبيره، عشان كده المسؤوليه بقت زياده عليكم. وانتوا فعلا تقدروا تحققوا لناديكم ولنفسيكم، تقدروا تحققوا حاجات كتير جدا. احنا كل اللي نقدر نعمله بس ان احنا بنحاول نوفر لكم الامكانيات كلها اللي تقدر تساعدكم. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدي مواهب، وانتوا المواهب اللعبه دي، وعندكم قدرات انك تقدروا فعلا تخلوا الفتره اللي جايه دي ازاي يكون البطوله جوه النادي الاهلي او البطولات جوه النادي الاهلي. فمحتاجه شيء من يعني القوه تزيد والروح تزيد والالتزام يزيد والتركيز يزيد عشان كمان البطولات باذن الله تزيد. لو احنا كمان الاستدارة كل زمايلنا في نادي الزهر عندنا ايمان كامل بالمجموعه دي، علشان كده احنا كلنا النهارده قلنا نشوفكم نحتفل بيكم ونقول لكم الكلام ده. المسؤوليه بقت اكبر وانتوا اهل المسؤوليه وتقدروا تعملوا الكلام ده. كمان المجلس دلوقتي كنا لسه بندرس مع بعض في المجلس ان كان في مش عارف نسب ومش عارف توزيع نسب من العقود وكده، فاحنا دلوقتي اوريدي بقى في حاجه اعتقد مناسبه جدا بالنسبه للسنه اللي فاتت او يعني السنتين اللي ورا بعض دلوقتي. كويس، هتكون النسب دي ان شاء الله تبقى افضل بكتير وتبقى لان انتوا تستحقوا ده. انتوا تستحقوا ان احنا يكون المجلس دار النهارده يكون كل المجلس بيتكلم ازاي نقدر نكافئ الاولاد وازاي نقدر نكافئ اللي عبدنا. والمكافاه دي مش علشان ده المجلس بيمين، لا ده حقكم، حقكم طول ما احنا ماشيين في سعاد جماهيرنا وماشيين في تركيزنا والتزامنا لإضافة تاريخ لناديكم وتاريخ ليكم. النهاردة في عندكم مثلا المدير الفني بتاعكم مثلا كابتن طارق كان لعيب زيكم، لكن لما بيقعد يتكلم كان نفسه لاعب كلاعب حقق كذا وحقق كذا وحقق كذا وحقق كذا، كمسؤول بقى حقق ده موضوع ولا مدير فني ولا وهكذا كل الزملاء الاداريين الموجودين يعني. فيا جماعه تاني الف مبروك، وهيكون في تواصل ما بين الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي مع كابتن رؤوف عبد الهادي وكابتن ياسر الكابتن ياسر الرملي عشان يحطوا يعيدوا تاني يعني الاضافه او ما تم خصمه ده يتعاد تاني طالما انتوا على قدر هذه المسؤوليه وبهذه المسؤوليه انتوا اسعدتوا بيها الناس. من كلمه اسعاد الناس دي الناس منتظره انها تساعدوهم اكتر. عندكم ما هو قادم امر مهم وبطولات مهمه لازم تاخدوها بمنتهى الجديه، منتهى الجديه، منتهى التركيز، منتهى الالتزام. ده مهم جدا يا رجاله، مهم جدا، لان انا النهارده جمهورك يبقى شايف عطائك وروحك في الملعب عامله ازاي. جمهورك بس، جمهورك ومسؤوليك كمان، وانت نفسك كلاعب. احنا كلنا كنا لعيبه زيكم، هنا كنا بنقعد برضه مكان كده بنسمع نصايح الناس اللي سبقونا. التزامك، مجهودك، روحك العاليه، ادائك، تركيزك، الناس بتحس بيه، تحس انت فعلا طلعت كل اللي عندك ولا انت مقصر. وانا اعتقد ان انتوا دلوقتي كده بالوشوش اللي انا شايفها دي كده انتوا عايزين تطلعوا اقصى حاجه عندكم. ده اللي وده اللي احنا منتظرين منكم ان شاء الله. مره تانية الف مبروك. دكتور سعد انت عندك حاجه تانية يا حبيبي؟ ترتيبكم ايه؟ ترتيبكم ايه للموضوع؟ ودي يا جماعه بس هي حاجه بسيطه ديت بمناسبه الفوز ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه للانديه لكره اليد رجال موسم 2021. ده برضو الدكتور سعد مع مجلس الاداره فكروا ازاي يكون في تكريم للمناسبه دي تحتفظوا بيها في بيوتكم ان شاء الله. تاني بنشكركم على ادائكم، بنشكركم على روحكم، بنشكركم على التزامكم، ومنتظرين منكم ان ده يبقى زياده ان شاء الله باذن الله. شكرا يا شباب. الف مبروك لكل لاعيبه النادي الاهلي ولكل جمهور النادي الاهلي هذا الاداء الرائع اللي اتادى الحقيقه في هذه البطوله الافريقيه الاخيره، وننتظر منكم المزيد زي ما قال
كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في كلماته لهؤلاء الرجال. الحقيقة اللي احنا بنشكرهم جدا جدا. أنا كنت عارف اللي كان بيحصل في المغرب، كانت الأمور صعبة جدا جدا، ولكن في النهاية استطاع رجال اليد إن هم يجوا بهذه البطولة من قلب المغرب، وإن شاء الله البطولة القادمة بطولة السوبر أمام نادي الزمالك. نكمل بقية الأخبار اللي عندنا. كابتن خطيب بيناقش استراتيجية عمل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماعا نظري اليوم بمقر النادي بالجزيرة مع مسؤولي مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية لمناقشة العديد من المقترحات والاستراتيجية عمل المؤسسة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء في اجتماعها المقبل. دكتور حسن عبد المنعم المدير التنفيذي لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، ودكتور محمد الصبان مستشار مجلس الإدارة لتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ حازم هاني مستشار مجلس الإدارة للموارد البشرية، ودكتور سعد شلبي القائم بأعمال أصبح خلاص المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وسامح واصف مساعد المدير التنفيذي لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية. كل دول حضروا الاجتماع، وإن شاء الله مخرجات كثيرة جدا من هذه اللجنة أو من هذه المؤسسة، مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية. أيضا النادي الأهلي كابتن خطيب بيهدي درع وعلم وعلم الأهلي لوفد الاتحاد الدولي للكاراتيه. النهاردة رئيس الاتحاد الدولي للعبة الكاراتيه زار النادي الأهلي وكان في استقباله الحقيقة كابتن محمود الخطيب، وقام بإهداء درع وعلم النادي إلى وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه خلال زيارته الرسمية اليوم إلى مقر النادي بالجزيرة. ضم وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سيبينوس رئيس الاتحاد الدولي، واللواء ناصر أرزوقي نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد الأسيوي للكاراتيه، ودكتور إبراهيم القناص نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب أسيا، وبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه. زي ما حضراتكم شايفين استقبال رائع من الكابتن خطيب لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وللاتحاد العربي وأعضاء الاتحاد العربي، وحاجة كانت جميلة جدا جدا. وكالعادة الحقيقة درع وعلم النادي الأهلي لوفد الاتحاد الدولي للكاراتيه. النهارده كان يوم حافل بالزيارات وبالاجتماعات في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، والحمد لله زي ما حضراتكم سمعتوا قرارات مجلس الإدارة وبعض الأمور اللي حدثت النهارده في النادي الأهلي. عموما دي كانت كل أخبارنا النهارده. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ثلاثة من النجوم الكبار اللي هيكونوا متواجدين معنا لتحليل مباراة منتخبنا الوطني أمام الجابون، وهل استطاع كابتن حسام البدري بنقطة من الجابون أن يدخل قلوب المصريين أو ولا لأ؟ كلام مهم جدا. هل هناك علامات استفهام على بعض اللاعبين اللي موجودين في المنتخب وعلى أداء بعض اللاعبين مع المنتخب؟ كل ده هنسمعه مع حضراتكم في الفقرة القادمة مع ثلاثة من النجوم الكبار: النجم الكبير كابتن أسامة عرابي، والنجم الكبير الكابتن أحمد بلال، والنجم الكبير الكابتن عادل مصطفى. هيكونوا في ضيافة البيت الكبير بعد هذا الفاصل للحديث عن منتخب مصر ومباراته الأخيرة اللي انتهت منذ قليل ضد منتخب الجابون بعد هذا الفاصل. وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار اللي هيكونوا متواجدين معانا لتحليل مباراه منتخبنا الوطني ضد منتخب الجابون. النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك كابتن اسامه؟ اهلا وسهلا بك. شرف ومنور. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ ربنا يخليك. ازيك سر؟ الف مبروك على ما جيتش اول مره. اول مره نتقابل هنا، كنا على طول مع بعض لكن اول مره نتقابل. كنا هناك. ايوه كنا هنا. صح كنا هنا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن عادل مصطفى. ازيك على الدور؟ حقيقة سلام. مبروك إيه؟ مبروك والحمد لله على السلامه رجوعك بيتك. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك كابتن اسامه. هبدا معاك على طول لانه الحقيقه النهارده هل نقطه مرضيه لمنتخبنا الوطني وشكل الاداء من وجهه نظرك شفته ازاي؟ بدايه النقطه مرضيه كتجميع نقط في المجموعه. ايوه يعني انا يمكن قبل المباراه قلت لو ما كسبناش ما نخسرش اللقاء لأكتر من سبب.
اولا انت بتلعب دوري في البدايه دلوقتي مجموعات، بتجمع اكبر نقط اللي هيوصل فرقه واحده، فعايز تجيب اكبر نقط. فرقه الجابون لا الجابون خسرنا الماتش اللي فات من ليبيا. النهارده الخساره او التعادل 90% خرجها بره الموضوع. يعني انا اعتقد ان رغم ان هم فرقه جيده وعندهم نجوم لعيبه شفناهم النهارده هايلين بالذات الخط الامامي يعني بتاعهم، لكن هيبقى في صعوبه. خسروا الماتش الاولاني وتعادلوا الماتش الثاني في ملعبهم. انت في المقابل خدت الثلاث نقط الاولين على ملعبك، والطبيعي انك تاخد التسعة بونت اللي على ملعبك، وهتجمع اكبر عدد تقدر تجيبه من المباريات الخارجيه. ايوه. فالنهارده كان مهم جدا انك انت تكسب، اذا ما كسبتش ما تخسرش اللقاء ده من حيث النتيجه، لكن من حيث الاداء طبعا اداء النهارده ضعيف جدا. يعني معظم لعيبه المنتخب ما كانوش في الحاله الطبيعيه بتاعتهم، يعني هتلاقي هتختار كده واحد او اتنين حاولوا على قد ما يقدروا. حجازي كان بيكافح كتير، وبالذات في الجزء الاخير حتى في النواحي الهجوميه لما كان بيطلع اثر شويه في سواء في ضربات ركنيه او حتى كان بيطلع بيزود نص الملعب. قفشه البدايه بتاعته كانت جيده رغم ان النهارده ما بيلعبش في مكانه. يعني يمكن الكابتن حسام غير خمس تغييرات النهارده، الباكين بدل باهر لعب اكرم احمد توفيق. واحد احمد اكرم اخوات عيله واحده مش مشكله. الباك ليفت طبعا لعب ايمن اشرف. بدايه لما بتلعب بالاثنين دولت بتحس انك انت عايز تعمل نواحي دفاعيه شويه. ليه؟ لانه الاثنين القدرات الهجوميه بتاعتهم مش كبيره، يعني سواء ايمن او احمد توفيق تملي بيبقى لعبهم لما بيلعبوا على الاطراف بيبقوا مايلين اكتر للتمركز الدفاعي. هنتكلم تفصيلا ماشي، لكن ماشي. انا بتكلم بشكل عام، بشكل عام الاداء ماشي. بالنسبه لك كان ضعيف جدا. طبعا كان ضعيف الاداء. ويعني الفترات قليله قوي اللي قدرت تستحوذ فيها على الكوره. معظم اللقاء كان الاستحواذ لصالح فرقه الجابون. الخطوره الكبيره كانت لصالح فرقه الجابون، وخاصه من الجبهه الشمال اللي هي يمنا. رغم ان هو لعب النهارده بثلاثه في نص الملعب وحاطط عمر جابر جنب احمد توفيق، وطبعا كمان محمد صلاح بطبيعه لعبه بيلعب في الجنب اليمين، فالثلاثه كانوا في الجنب اليمين، ومع ذلك هي دي الجبهه اللي طوال المباراه تقريبا في خطوره فيها علينا. يمكن نسبيا الشوط الثاني قلت، لكن الخطوره الكبيره كانت علينا من الجبهه ديت. نص الملعب الاستحواذ كان ليهم، بقول لك الخطوره كانت ليهم، فرص الاكثر كانت ليهم. يعني لحظات بسيطه قوي سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني. منتخبنا هو الافضل يعني. طيب مين الايه اللي يعني اللحظات البسيطه دي اللي كان منتخبنا فيها افضل من، لكن معظم اللقاء كان فرقه الجابون كانت اخطر. بلال، عايز برضو اعرف وجهه نظرك النهارده في الاداء والتشكيل الحقيقه، وهل نقطه بالنسبه لك مرضيه ولا لا؟ بص، خلينا نتكلم يا اسلام، انت هدفك ايه من الماتشات دي كلها؟ انت بتاهل نفسك بشكل كويس قوي عشان تلعب المباراه المفترض المباراه النهائيه بالنسبه لك. ما هو انت الهدف يبقى الهدف هنا هو تجميع النقاط، هو تجميع النقاط والاداء. الاداء هو المقياس اللي انت بتقيس بيه. لما انا هروح العب الماتشين النوك اوت، تمام، هل انا ادائي اوصل بس الاول؟ طيب لا يعني... ما اصل انت بتتكلم على منتخب لعب كاس العالم البطوله اللي فاتت، وبتتكلم على منتخب المفترض ان هو مؤهل او من المنتخبات المرشحه ان هو يلعب كاس عالم. ايوه. النهارده التشكيل، الاداء، الروح، تمام، كل الحاجات دي ما تديش اي اشاره، تمام، او اي علامه ان انت ممكن تروح لكاس العالم. تشكيل غير جيد على الاطلاق، اداء غير جيد، نسبه استحواذ زي ما قال الكابتن اسامه من شويه نسبه ضعيفه جدا جدا. انت في الاول في الاخر انت بتلعب الجابون، بره ملعبك جوه ملعبك انت بتلعب الجابون. فرقه قليله جدا غير مرشحه على الاطلاق اصلا، تمام، ملعب جيد وملعب جداً. رائع جدا جدا والاجواء رائعه جدا جدا. تتكلم في منتخب مصر، منتخب مصر مرشح، لكن الجابون غير مرشحه على الاطلاق. المباراه اللي قبليها هو مغلوب من ليبيا، برضه انت بتتكلم ليبيا برضه فريق ضعيف، فريق يعني غير مرشح على الاطلاق. منتخب مصر هو الوحيد المرشح هنا، تمام. فتشكيل اولا كابتن حسام البدري
هتكلم بس على تعليقه بعد الماتش. يعني انت بتتكلم على تعليق كابتن حسام، يا جماعه افرحوا. طب نفرح بايه؟ ان احنا ممكن النقطه، يمكن قصده النقطه، ولا بالاداء الجماعي، ولا بالتاكتكس اللي احنا شفناه في الملعب، ولا بالسبيريت اللي كانت موجوده؟ يعني في حاجات لازم وهو بيقول افرحوا يقول لنا كمان نفرح بايه، عشان نبقى احنا بنفرح كويس يعني. لكن مجملا اداء المنتخب مصر النهارده يعني ضعيف جدا جدا جدا. انت بتفكر لقدام يا اسلام، يعني انت دايما بتبص لقدام، ببص ازاي منتخب مصر ده قدام هيبقى عامل ازاي، تمام؟ هل انا قدام هبقى اقوى من كده؟ هي نفس العناصر على فكره، انت لما تيجي تختار وتقول العناصر الموجوده بالنسبه لي، هل هيبقى في تغييرات؟ هل في لعيبه هتتضاف للمنتخب المصري؟ بس بلال برضو ممكن اسال عادل في النقطه دي برضو، لانه نقطه مهمه. ما هو العناصر دي بالفعل هي افضل العناصر باستثناء، يعني لو احنا اتكلمنا على الاختيارات من الاول هتتكلم على مجموعة كبيرة اوكي كلنا بنتفق عليها، و3 4 كالعادة دايما ما بتتفقش عليه، ولو ما اتفقتش عليهم انت عندك الجزء الاكبر القوام الاساسي من الفريق. يعني انت ما عندكش اي غيابات. انا شايف ان احنا ما عندناش اي غيابات، يعني مفيش حاجة مؤثرة. كل الناس موجودة. لو جيت اتكلمت على سكواد ده وسكواد اللي كان موجود في اخر فترة في كاس العالم، لا انت عندك النهاردة بتتكلم في 4 راسات حربة، بتتكلم في نص ملعب متكامل، بتتكلم عندك 2 صناع لعب، قفشه وموجود عبد الله السعيد ماك بره. بس النهارده والمباراه اللي فاتت كمان، هو المشكله النهارده مش في الاستحواذ. انت ممكن تكون بره ملعبك ممكن ما تعملش استحواذ، مع ان الخصم لا تعرف تعمل عليه استحواذ كويس، مش استحواذ سلبي، استحواذ ايجابي. حاجات كتير جدا متعلقه ببعض. الاجهاد ممكن الاجهاد ده اوفر له طريقه لعب مناسبه، اوفر له جوه الملعب استحواذ جيد، لان انا الكره طول الوقت تبقى معايا، ان انا اللعيبه المجهده دي تاخد وقتها وتاخد راحتها. وحتى لو عايز اعمل كاونتر اتاك، المسج اللي وصلتك اللي وصلت لنا في المباراتين اللي فاتوا ان انت عايز تبقى فريق كاونتر اتاك، مش معترضين، بس كاونتر اتاك مع مين؟ يعني هل ينفع انت تبقى موجود، تبقى مباراه انجولا في القاهره تبقى استحواذ 51-49؟ برضو ده مؤشر وعلى ملعبك. النهارده انا شايف ان نتيجه طبيعيه، النتيجه دي طبيعيه، ممكن تبقى فوق، تبقى احسن حاجه وتتعادل، ان فرقه على ملعبها وبره ملعبك وماتشات افريقيا انت مش طول الوقت بتكسب في افريقيا. ولكن النهارده انا ما بحبش كتير اروح للحتت للمشاكل اللي ممكن يعملها مدير فني لنفسه. بس النهارده كابتن حسام عمل كل حاجه ضد طبيعه لعيبته. بمعنى النهارده انا وظفت فرقتي او عملت تشكيله فرقتي عشان صلاح، وده شيء كويس مش حاجه وحشه جدا، بس هعملها ازاي؟ النهارده جيت لعبت 3 في نص الملعب عشان صلاح، بس طول الوقت عمر جابر بيستلم في رقم 10، بيستلم في المنطقه بتاعت رقم 10. اذا فانت لغيت قفشه بقى موجود عندك في ملعب بيلعب جناح او بيلعب ناحيه الشمال. ما هو قفشه عادل المفروض انه طرف النهارده، طرف ملعب. هو ده يعني ودي من عجائب الدنيا السبع. هقول لك حاجه بقى بلال، عارف انت لو انت وجود قفشه ده هو التشكيل فيه، واحنا ممكن نتناقش مع بعض على فكره، مش يعني لازم ان احنا يعني وجود قفشه، لانه احنا الكلام كله بيفتح بعض الحقيقه. وجود قفشه في المنطقه دي، لو انت بتتفرج وبتقيم مدرب او بتقيم الشكل الفريق ده، هو في ريسك. بس الريسك، هل الريسك ده محسوب ولا مش محسوب؟ هل انت ملاعب قفشه في الحته دي عشان تعمل ريسك، ولا ملاعبه عشان يبقى في لعيب ثالث في نص الملعب؟ طب لو لعيب في لعيب ثالث في نص الملعب، هل اللعيب ده مواصفاته ان هو يبقى عمر جابر؟ طيب لو مواصفاته عمر جابر، مع عمر جابر طول الوقت بيدافع وبيهاجم في المكان رقم 10. في صور كتير جدا لو كنا بنتكلم فيها واحنا بنتفرج، لو جيت هتلاقي ان عمر جابر بيستلم في مكان رقم 10. فانت عملت كل حاجه ضد طبيعه لعيبتك. فين عمر جابر؟ عمر اهو في النص بيدافع. فين 10 ب 10؟ طب انت ايه اللي حصل؟ يعني ايه الموقف؟ خلاص لو انت عايز تلعب الاشخاص دي الافراد، ودي قفشه في حتته، ولعيب جابر او عمر جابر اصلا لعيب طرف، لعيب يا اما بيلعب ناحيه اليمين باك رايت او باك ليفت، ساعات بيلعب باك ليفت ولعب ممكن يلعب طالما انت بتوظفه في حته. هو يعني ممكن انت عارف عادل، لو انت عايز تلعب نفس الاشخاص، انت قلت حاجه مهمه جدا، انت تغير الاشخاص. لا انت بتتكلم عن انت بتتكلم، انا بقول انا بقول ان انت ده في اسوء الظروف. خد بالك انا بجيب لك اسوء الظروف، حتى لو انا بدات بالجيم كده ولقيت ان انا طول الوقت ده في الدقيقه 29، وخد بالك في الشوط الثاني في الدقيقه 65 وفي الدقيقه 70 نفس الشيء قبل ما عمر يطرد، نفس الشيء، هو نفس المكان. طب ما تنقل، انت اوريدي عامل ده عشان صلاح ما يرجعش دافع كتير. طب انت الشوط الاول عمر بيدافع من جوه، طب ما صلاح برده، ما انت برده هي نفس المشكله اللي انت كنت عايز تعملها، صلاح مش موجود. طب ما تلعب بقى بجناح تاني بقى، العب بقى بزيزو، العب بحسين، العب باي حد، العب بجناح تاني برده. إيه؟ اهو فين اكتر لعيب جات له فرص الشوط الثاني انه يلعب الفرقه، هو عمر جابر.
طب تخيل بقى قفشه هو اللي موجود هنا مش تقليل من عمر، لكن عمر مش طبيعه لعبه بتاعته، وبالتالي انت عايز قفشه هو اللي ياخد في مساحه. طب ما انت كده عكست الادوار، وفي نفس الوقت ما عرفش يستغل صلاح. ما عرفش يستغل صلاح ليه؟ لان صلاح لو جبناه من اول بدايه صلاح لازم يكون معاك صانع لعب كويس جوه الفرقه. كان موجود معاك ابو تريكا، ثلاث اربع اجوان صلاح مع المنتخب في الوقت ده كان من ابو تريكا. الفتره اللي بعدها كان موجود مع عبد الله السعيد. طيب هو كويس الكلام اللي انت بتقوله ده، بس يا كابتن اسامه ممكن يكون الكلام اللي بيقوله عادل ده هو حول اللعب للطريقه اللي بيتكلم بيها عادل بعد الطرد، بمعنى ان هو نزل عبد الله السعيد وحطه بقى هو عبد الله اللي بيحاول يعمل لصلاح. من وجهه أولاً نظرك البدايه من وجهه نظري في ان قفشه يبقى ناحيه الشمال، انا مع عادل وبلال مش الاصلح. قفشه حتى لما بيلعب مع النادي الاهلي لما بيبقى في العمق بتاخد اقصى حاجه ليه، لانه قفشه تملي بيحب يلعب في المساحات الصغيره اللي خلف لعيبه الوسط المدافع، بيعرف يعمل لك كره بينيه، بيعرف يكمل على الجون من المنطقه ديت، بيبقى قريب من الجون من المنطقه ديت. لكن لما بتحطه على احد الاطراف، ساعات كنا بنلعبه يمين او احيانا في بعض المباريات حتى معانا طيب. احنا الشمال دي صعبه عليه، فهو بيضطر يعمل حاجه، يضطر بيدخل بيحاول يدخل للعمق ولما بيفتكر بيطلع تاني. برافو عليك، جات له كام فرصه انه ممكن يرفع بشمال كان يلف ويرجع تاني. ما مش طبيعته، مش طبيعه لعبه، مش 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 تعرف تاخد منه احسن حاجه. ايوه. في المقابل ايمن اشرف زي ما قلت لك هو بيلعب اقرب لقلب الدفاع اللي بيلعب باك، وانت عارف لما قلب الدفاع بيلعب ظهير باك على الطرف كميه هجومه بتبقى قليله، ولذلك الجبهه دي احنا افتقدناها. أيوة ممكن بخش مع حضرتك في حته لا بس قبل ما تخش، هي دي النقطه اللي انت بتتكلم فيها اصلا. أيوة. هي دي اللعبه الوحيده اللي اتلعبت لعبه حلوه طوال الماتش لمنتخبنا الوطني، بس اللي هي من صلاح لشريف شريف سدد. قفشه بيلعب فين هنا؟ في العمق تحت 10 تحت يعني تحت. هو ده الاساس اللي عادل كان بيتكلم عنه بس كده. وهو عمر بص هناك اهو تقريبا عمر اللي ناحيه اليمين ورا صلاح، عمر اللي ورا صلاح مظبوط. يعني ده الشكل اللي انت اللي الكابتن حسام كان عايز يلعب بيه ولا لا هو اللي المفترض تلعب او اللي المفترض مش اللي عايز يلعب بيه؟ بص في نقطه كده يا اسلام، طب ممكن عايزنا عشان ما ندوش من كابتن اسامه في الحته دي. كابتن اسامه اتكلم في نقطه مهمه جدا اللي هي بتاعه الاربعه المدافعين، طبيعتهم كلهم أربعة ثابتين. طب ليه ما لعبش طالما عندي ناس ثابتة؟ ليه ما لعبش بجناحين؟ ما تلعبش بجناحين، أربعة ثابتين. هو احنا دايما ساعات وانت بتعمل هجمة زي ما كابتن أسامة بيقول يا إما بتطير الباكين، في ناس بيهاجموا كتير فبيطيروا الباكين، وفي واحد بيطلع باك ويقف باك، ده طبيعي اتعلمنا كده. دلوقتي انت الاثنين واقفين، طب ليه ما بقاش فيه جناحين؟ يعني ليه ما بقاش فيه جناحين وتستفاد بقفشه وتستفاد بلعيب تاني؟ بس ساعتها كان ممكن يبقى مصطفى محمد هو اللي اقرب ان هو يلعب راس حربه عشان هو اللي هيتلعب له كرات عرضيه اكتر. وحتى لو شريف بس هيبقى عندك حد تاني مكمل. خد بالك شريف انت ممكن تلعب الجيم ده يعني تعمله كاونتر اتاك، بس وانت معاك الكوره تستحوذ، وانت لما بتيجي تدافع هتعمله كاونتر اتاك وهتستفاد بشريف. خلي بالك وشفنا في ماتشات افريقيا كتير، مش شرط مصطفى محمد. انت بقى عايز لو عايز تعمل لو وقفت الاربعه ما تلعب بجناحين، العب بجناحين منهم واحد عنده مواصفات ممكن يبقى دفاعيه شويه، هيبقى عندك حسين او زيزو واحد من الاثنين معاك صلاح او عادل. او برضو طالما انت بتلعب بحد بيلعب على الطرف مش طبيعته هيدخل للعمق كتير والباك واقف، بيبقى الهاف الشمال ده بيعرف يطلع على الاطراف، ودي مش طبيعه عمرو السليه. يعني انا دلوقتي بلعب ثلاثه، انا بلعب ثلاثه في وسط الملعب اللي هو عمر وحمدي والسوليه، تملي حمدي والسوليه بيلعبوا من العمق من العمق. فطالما انا عندي قفشه هنا والسوليه هو اللي في ناحيته، لان عمر جابر تملي في زي ما عادل قال بيروح ناحيه 10 وبيروح ناحيه اليمين، وعمر في كوره كمل فيها ناحيه الشمال في اخر الشوط في ماشي. لكن انا اقصد انه الثلاثه بتوع نص الملعب الطبيعي بقى لما تلعب كده هيبقى واحد بس اللي ثابت اللي هو حمدي والسوليه ناحيه الشمال، وشماله ده لازم يكون عنده حد عنده قدره انه يعرف يلعب على الاطراف. يعني صح. لما يدخل قفشه للعمق ممكن جدا انا بقى ابتدي العب على الاطراف طالما الباك بتاعي واقف يعوض المساحه عشان يبقى زي ما عادل بيقول يبقى في اجنحه. ما انت طالما الباكين مش رايحين قوي لقدام عشان يعملوا كرات عرضيه او عندهم قدرات هجوميه زي ما بنشوف مثلا علي معلول، لما بنشوف الهاني اللعيبه اللي بتعرف تلعب على الاطراف عشان ترفع اوفرات. طبيعه قفشه لجوه وطبيعه ايمن والناحيه الثانيه توفيق انه بيوقفوا، فاذا انت هتفتقد المساحه دي كلها اللي هي اللي عادل بيقول عليها
اللي هو المفروض بقى يبقى طالما كده يبقى العب بقفشه جوه واحط واحد جناح بقى يبقى على الاقل بتاع نص الملعب ده كمان يعرف يروح على الطرف هناك. الحته يعني دي كانت فاضيه ناحيه الشمال هي دي كده الشمال فاضيه بلاك. خد طبعا يعني خد بالك بص يا اسلام يعني انت النهارده لما بتلعب لما بتحط قفشه في نص الملعب يبقى انت قاري الجيم او بتشتغل على ان انت تستحوذ وده وضع طبيعي. يعني النهارده عندي لعيب رقم 10 عشان حاجه انت شفتها بالظبط عندي لعيب رقم 10 بيلعب زي قفشه كده بامكانياته وقدراته يبقى انا النهارده بشتغل بستحوذ عندي لعيب بيقدر يغير الاتجاهات كوره بيقدر يعمل عمليه الاستحواذ بشكل كويس ينقل الكوره من اليمين للشمال بصير بلغه السله يعني بيعرف يعمل الكرات الطوليه الثرو باسز. لكن النهارده لما بتلعب بثلاثه زي دول سوليه وفتحي وجنبهم عمر جابر يبقى طبيعي لازم يبقى عندك اللي قدام ثلاثه سرعة الثلاثه لان انت زي ما قال عادل قال من شويه انك بتشتغل على الكاونتر اتاكس يعني ده طبيعه الجيم النهارده ان انت النهارده لما تلعب بثلاثه فلات كده ده النهارده يعني والنهارده الماتش اللي فات واللي فات واللي خد بالك ده المفترض فلازم يبقى عندك لعيب سريع ناحيه الشمال زي ما عندك صلاح ناحيه اليمين لان من السهل جدا زي ما عملت النهارده انجولا تقفل على صلاح بشكل كويس جابون لعيب سريع سوري اسف الجابون تقفل على صلاح بشكل كويس فيبقى انت اتقفل انت اتقتلت خلاص هجوميا ما بقاش عندك ناحيه هجوميه بتشتغل يعني اتقفل على صلاح وما عندكش طرف تاني ما عندكش طرف تاني انت خلاص تعرفت انا كنت عايز اقول ما عندكش صانع لعب يعني وما عندكش صانع لعب دي حاجه ثالثه قفشه تايه مش قادر مش قادر لانه كان من يعني وجهه نظري هو كان على الاقل الشوط الاولاني افضل خد بالك يا اسلام احسنهم برضه قفشه يا كابتن مش قادر هو انت عشان ما عندكش طرف تاني خمان يا عادل انت مش قادر تشغل محمد شريف مش قادر تديله في المساحات يعني ايمن رغم ان كان في مساحات كتيره جدا في واحده في دفاعات الجابون واحدتين ثلاثه لازم اقف عشان لا هو طبيعه اسلام ما انت لعبت في المكان ده وعارف وانا احيانا كنت بلعب في يمكن عادل في نص الملعب وبلال فرود لكن احنا لعبنا على الاطراف في واحد طبيعته كده هو مش حكايه ان هو مش يعني ايمن بيأدي المكان ده كويس ما بنقولش لا ولكن في طبيعته انه ما عندوش القدره ان كل شويه يطلع لقدام اكنه جناح زي علي معلول مثلا او زي اللعيبه اللي اتعودت ان هي تبقى طرف قوي كانه وينج في الـ في الـ في الـ وينجو بيرجع يدافع يعني لكن هو طبيعه لعب يدافع مهما حسام هيقول له هيعمل مره ويعمل تاني بس هو طبيعته اقرب لانه 30. انه يثبت 70 30 ايمن 70 دفاعين كن قفشه قدامه كمان وداخل للعمق يبقى لازم في حد تاني يملى الـ 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 ومش دور عمرو السولية تملي بيلعب في عمق الملعب طيب. دي نقطه فضل. وبرضو سريعه عشان محمد صلاح ناس كتير بتلوم احيانا لا على طبعا محمد صلاح في ليفربول احنا عايزين نعرف طبيعه لعب اللعيب ايه محمد صلاح في ليفربول في شغل كتير جدا حواليه في نص الملعب وبعدين بوصله في ال 20 30 يارده الاخيره عشان يستغل سرعته يستغل انه مهارته ياخد الكره على شماله ويحطها لكن مش مطلوب من محمد صلاح انه يجي منتخب مصر يفضل عايز يبقى هو صانع اللعب وهو اللي ينزل يقفل مع الباك زي ما احمد توفيق النهارده لما عمر بيخش لجوه طيب. يخش لتحت لا وفي طرف مش متعود يا كابتن اسامه برضه يعني انا ساديو ماني شغال الناحيه الثانيه يعني اوقات كتيره جدا وعنده نفس السرعات اللي موجوده عند صلاح وعنده مهارات بيقدر يعني عنده لان ناس كتير ظلمه صلاح النهارده او يعني داخله بتقول ان صلاح لا النهارده مش صلاح انا ايوه هو مش موجود عشان ما عندوش ادوات انا عايز صلاح ما عندوش اي ادوات انه يشتغل في التلت الهجومي مظبوط انا عايز اقول ايه يعني بلال جاب سيره ساديو ماني ما هو في مهما انت بتقعد تمرن اللعيب مهما بس في طبيعه لعب اللعيب أيوه. ساديو ماني عنده القدره ان بيرجع يدافع ويرجع يهاجم ويستلم ويلعب لقدام صلاح بيعمل كده شويه في ليفربول لكن الاساس بتاع صلاح في ليفربول ان في اربعه في نص الملعب بيقتلوا نفسهم عشان يدوا له الكوره عشان يوصل هو في الجزء اللي هو خطر قوي فيه دي الكوره الوحيده مش مطلوب بقى اللي طلع فيها احمد يعني مش مطلوب يعني انا برضو بالنسبه لي يعني احمد توفيق بالنسبه لي علامه استفهام برضو يا بلال بمعنى او انا يعني بسالك هل هو علامه استفهام ولا لا لانه طيب انا الماتش اللي فات لعب بباهر المحمدي وباهر المحمدي من الناحيه الدفاعيه يعني المفروض الماتش اللي فات تلعب بحد بيهاجم شويه تغير جوه ملعبك تلعب باللي بيهاجم وبره ملعبك تلعب باللي بيدافع لكن انت في الماتش اللي فات لعبت باهر المحمدي وجيت الماتش ده مش يعني قعدت باهر المحمدي ولعبت احمد توفيق اللي بقاله كتير قوي ما بيلعبش اخبار بتتقال ان هو بقاله كتير قوي ما بيلعبش
وفي نفس الوقت النهارده كان اجهد في الماتش يعني كان واضح يعني مش جاهز. فبرضه بالنسبه لي كانت غريبه جدا وعلامه استفهام وجود احمد توفيق وانت عندك باهر المحمدي بره، على الرغم من عندك اصابه اكرم وعندك عمر كان تعبان شويه وبتاع والكلام ده كله، كان لكن كان من الممكن انك تلعب بعمر جابر ناحيه اليمين مثلا، برضه بيلعب لعيب بيلعب باك رايت وعنده سرعه وعنده توازن في الحته الهجوميه والدفاعيه، كان وارد انك تلعب يعني. هو النهارده كابتن حسام وجهه نظري ان هو ظلم احمد توفيق وعمر الاثنين، الاثنين لان الاثنين باينين ان هم يعني وصلاح وظلم قفشه وظلم صلاح وظلم شريف، كلهم كل الناس لعبت ضد طبيعتها. انا شايف ملخص المباراه دي واللي فاتت ان الناس تلعب ضد طبيعتها، فاحيانا في لما يكون في الدنيا مش مترتبه بشكل كويس ترجع للاساس. يعني ايه الاساس؟ تحط كل واحد في مكانه، تحط كل واحد في مكانه هيطلع احسن حاجه عنده، الا اذا انت بتعمل حاجه عشان تقفل على مفاتيح لعب فرقه تانية. لكن انا مش يعني احنا الماتشين مفيش مفاتيح لعب يعني كبيره قوي انك تقفل او مفيش حاجه، او ميانج مثلا معروف هيمسك حجازي الونش وخلاص في منطقه انت قافل المنطقه هتودي له الكوره. لا هم عندهم ثلاث لعيبه، انت بتتكلم في دفاع يعني دفاع ضعيف جدا جدا لاقصى درجه مرم. بس خد بالك انت فرحه كابتن حسام البدري بعد الماتش هو اللي بيخليك تقول ان الفكر او الطريقه اللي لعب بيها هو عايز يخرج بالجيم كده، انك تخرج بالتعادل. على فكره انت ممكن تخرج بالجيم كده وممكن تخسر، خد بالك انت ممكن لا انا عايز اقول يا عادل ان هو النهارده فرحتك بالتعادل دي مخلينا الحسابات بتاعتنا تقول انك عايز تلعب بايمن اشرف عشان يدافع، وعايز تلعب باحمد توفيق عشان يدافع، وعايز تلعب بثلاثه ميد فيلدرز عشان يدافعوا، وبتشتغل بمجدي قفشه عشان يرجع كمان، وبتلعب باثنين يعني مثلا مفترض انك عايز تلعب بشريف وصلاح، هم دول الاثنين اللي ممكن يبقى لهم تواجد هجومي، والباقي عنده نواحي دفاعيه كبيره جدا جدا جدا. ايوه تمام. فعشان كده بقول لك انت بعد الماتش لما تيجي تشوف المدير الفني بيتكلم يبقى بتعرف انت ليه هو عمل كده، ليه اشتغل بده ليه باحمد توفيق ناحيه اليمين، ليه بايمن اشرف ناحيه الشمال، ليه بثلاثه ميد فيلدرز وما بتلعبش ببلاي ميكر صريح، ليه ما بتلعبش بوينج عنده سرعات وعنده مهاره ويقدر ينقلك وانت بتلعب على كاونتر. ده اصابه رمضان صبحي برده فرقت معايا، خلي بالك كان ممكن يبدا برمضان بالمعنى اللي انت بتقوله ده، كان بالنسبه له يبقى رمضان بدل عمر جابر ويلعب ناحيه الشمال. بس انا عندي شريف شريف عنده سرعات ولاعيب يلعب بشريف يلعب مصطفى محمد فيرو الثاني ويلعب بعمر جابر ناحيه اليمين وتلعب بمجدي قفشه في النص، يبقى انت كده عملت تيم ممكن يؤدي زي ما قال كابتن اسامه. احيانا انت كمدير فني بتحط التكتيك بتاعك، لكن اللعيبه في لعيبه عندها مهارات وعندها امكانيات وعندها قدرات بتبدع في الملعب. النهارده الطريقه اللي انت حطيتها مع اللعيبه مش هتلاقي ابداع، هتلاقي زي ما حصل كده يعني بالظبط. تخيل ان لدرجه ان النهارده الناس على السوشيال ميديا، يعني احنا متابعين على السوشيال ميديا كلنا، الناس كلها بتقول لك ايه ان هو يعني الحكم خدم مصر بان هو طرد عمر واصابه احمد توفيق عشان تغير الجيم. تخيل وصلت لايه؟ انت يعني متخيل صح ان هي صح وصلت لدرجه يا كابتن اسامه ان الناس بتتكلم عادل ان احنا يعني الناس مبسوطه بطرد لعيب منتخب وان واحد تاني يعني بعد الشر عن اي لعيب ان هو اتصاب. لا هو خلي بالك التعليق ده جه لو يعني بعد التعادل، عارف انت لو الماتش خلص هزيمه لمصر كان بس هقول لك هيحصل يعني كلام كتير حتى بخروج عمر واحمد توفيق. بس هقول لحضرتك حاجه بس يا كابتن، النقطه دي تحديدا ان الاداء بقى افضل بعد خروج احمد وعمر، لانك زودت لعيبه الكوره في الملعب دي اول حاجه ولانك بقى في اماكن في الملعب الاماكن الطبيعيه اللي المفروض الناس تلعب فيها كان يعني انت لعبت في اخر الجيم عملت ريسك عالي جدا لعبت باربعه راس حربه مصطفى صلاح ومصطفى وشريف وصلاح صلاح محسن طب يعني. الريسك ده انا اخدت الريسك ده بعد ما كانت 1-0 وعبد الله وراهم في الديفندر وانت مقصود منك واحد طب يعني ممكن ناخد الريسك ده انك العب بثلاثه وتحتهم اثنين يعني واحد وينجين وراجل راس رقم 10 وخد بالك هو مش ريسك هو ده شيء طبيعي هو طبيعي ان انت بتلعب بمنتخب مصر يا كابتن اسامه انا شايف ان كلام الناس انه حصل بالتعادل لو ما حصلش تعادل بالعكس انا شايف هو في حماس في حماس بعد الجون ما جه وطرد عمر لان عمر تقريبا اتضرب في الدقيقه 70 او 72 كان ناقص ربع ساعه وبعديها بخمس دقائق نزل تغييرين بتوع مصطفى وعبد الله بس دي تحسب لكابتن حسام صلاح هي دي طبعا واحد عمل تغييرات اضطراريه هي دي لا لا بجد دي تغيير لا يا كابتن بس طرد منك لعيب جاي في جول وبتلعب لك 10 دقائق في الماتش هتعمل ايه هقول لك ممكن تفضل مكمل لا طب اكمل ازاي يا جماعه انا بلعب الجابون برده طب هقول لك بس ايوه طب ما انت
يقدروا في البدايه كان 4 3 2 1 دي تلعب مدافعين كتير. لا دي تحسب للكابتن حسام طبعا تديله حق يعني في اخر 10 دقايق بالطريقه دي والله ما اجريسيف ولا حاجه بس انا هنسمع هنسمع بعض هنسمع بعض. هو الاداء ما بقاش احلى ولا حاجه دي من وجهه نظري انا والناس بتقول كده عشان التعادل التعادل بس لا انت لعبت بالظبط كده تلعب احيانا ثلاثة بس ورا لان صلاح كان نزل هو ده اللي عمله هو ده اللي عمله على فكره أيوة لعب ثلاثة وحمدي فتحي واربعه قدام واحد انت قاعد تلعب كور متشعلقه وعلى بقى على الثانيه زي ما حصل ربنا كرم في الجون لكن الاداء مش حلو الاداء استمر مش حلو لكن بقت روح اللعيبه اعلى ان هي عايزه تعوض الجون وتغيير الكابتن حسام انه جازف مجازفه كبيره انت بقيت شكلك ان في 3 او 4 في ال18 لكن انت نص الملعب كله مفتوح ده خلي بالك دي برده من في صالح الكابتن حسام طبعا انه جازف وعمل كده وربنا وفقه لكن نص الملعب بالنسبه لك كانت فرقه الجابون بتستلم براحتها وكانوا ممكن يجيبوا صح. الجون الثاني وكانوا بينقلوا جوه 18 واحنا ناقصين يا كابتن واحنا كاملين واحنا كاملين كمان واحنا كاملين في كوره فيك وانت كامل في كوره الشوط الثاني بتلعب بتلعب نص الملعب والراجل رقم 10 بتاعهم بيستلم في ظهر أيوة. في ظهر خط نص الملعب ثمانيه واقفين بص ثمانيه الكوره معاك واقفين بيرجعوا بيطلعوا ماشي بس يعني احنا وصلاح وشريف قدام وشريف معلقين ماشي بس تخيل بقى الثمانيه دول فيهم لعيب فيهم قفشه وفيهم واحد سريع تاني في الكاونتر اتاك هتبقى عندك فعاليه اكتر وهيبقى عندك كمان الناس هتاخد الناس الباكات بتاعه فرقه الجابون هتبقى قاعده مركزه لكن انت مفيش حد الراجل اللي راح اليمين مفيش حد بيروح له اصلا يعني انت بتدافع حتى عليه انت حتى قفشه بيدافع ضد طبيعته قفشه لما ما ينفعش تشتغل مع لونج قفشه بيشتغل في كل حاجات كلها شورت سبرنت حاجات صغيره لكن الحاجات اللي فيها مسافات بعيده دي عشان يدافع فيها مش بتاعته ومش هتدي له احسن حاجه وحتى كمان لما يجي يعمل كاونتر اتاك هو مش هيبقى بنفسه مش هيبقى بطبيعته مش هيجي يستلم الكوره يديك الباس اللي هي في منطقته اللي هي بتاعت منطقه نص الملعب لكن لما يعمل سبرنت 40 متر او 50 متر وبعد كده يطلع ل 40 متر عشان يعمل باس تاني هيديك الباس بس مش بنفس دقه الباس اللي هو بيجيله في نص الملعب يروح لافف ويروح حاططها لحد هنكمل كلامنا مع نجومنا الكبار ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم اكتر عن منتخبنا الوطني وهل يستحق منتخبنا الوطني هذه النقطه وايه اللي جاي الفتره اللي جايه ماذا سيحدث برضو هل ممكن نتكلم عن مبررات يعني الكابتن حسام في كلامه بيقول ان الظروف صعبة فهل نتكلم عن مبررات والمبررات دي ان انت ما بين المباراة والمباراة 3-4 ايام مش وسفر ورايح وجاي المباراة هنتكلم في كل هذه الامور ولكن بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى الحقيقة مصدر من اتحاد كرة القدم بيقول ان من الممكن ان يكون مش من الممكن سيكون هناك اجتماع لمجلس ادارة اتحاد كرة القدم او لجنة ثلاثية لتدير اتحاد كرة القدم لدراسة موقف منتخبنا خلال الفترة القادمة طبعا بعد الانتقادات الشديدة اللي بيواجهها الجهاز الفني واللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ومن الواضح ان هناك حالة غضب كبيرة جدا جدا على اداء منتخبنا الوطني في هذه المباراة ومباراة أنجولا كابتن أسامة هل من الممكن أن يكون هناك مبررات لهذا الشكل بمعنى أن الكابتن حسام بيقول أن الظروف صعبة جدا ده كلام الكابتن حسام يعني أن الظروف صعبة جدا إحنا لعبنا في ظروف صعبة جدا وبنواجه المنتخب الجابوني على ملعبه وإحنا عارفين أن هي لن تكون مواجهة سهلة مطلقا وعندنا ظروف صعبة كتيرة جدا هو المواجهات كلها هتبقى صعبة ده طبيعي يعني لكن في النهايه منتخب مصر طبعا هو المرشح الاول في المجموعه ديت المشكله ان الاداء في مباراه انغولا والجابون ما كانش مقنع بصوره كبيره لكن في بعض العذر في بعض الاوقات يعني ما فيش شك انه المنتخب بيعتمد على لعيبه الاهلي زمالك محترفين بيراميدز هم دول الكتله الكبيره بتاعه المنتخب وده طبيعي لانه لعيبه الاهلي والزمالك بيلعبوا افريقيا ومحترفين ولعبوا منتخب الاولمبي لا ما انا اقصد بعض الافراد يعني هتلاقي باهر اسماعيلي مثلا في حد تاني من نادي اخر لكن انا اقصد الكتله الاكثر يعني الكتله الكبيره يعني النهارده في حوالي 5 أو 6 من النادي الاهلي في شناوي ايمن سلية حمدي شريف قفشه عندك توفيق وعمر جابر بيراميدز صلاح محترف حجازي محترف غير بقى التغييرات وفي اوقات تانية بتلاقي 5-6 زي الماتش اللي فات من لعيبه الزمالك كان ابو الفتوح وطارق حامد
والوينش كان فيه اربع وزيزو. فانا اقصد الكتله الكبيره بتبقى كده. مفيش شك انه المواسم تلحمت في مصر والعدد المباريات اللي اتلعبت في السنتين الاخرانيين بسبب كورونا ثم تكمله الدوري وفي دوري والاهلي بيلعب في افريقيا والكلام ده اجهد لعيبه كتير معظم لعيبه المنتخب. فده ده ده, ده طبيعي فعلا انه في بعض الاجهاد واضح جدا في مباراه انجولا واضح النهارده. فرقه الجابون اخف في الملعب اقوى بدنيا تحس التحاماتهم اقوى اصرارهم اقوى كل حاجه بين انه في تفوق ممكن يكون من جزء منه في بعض الارهاق. لكن انت عندك برضو اختيارات كتيره للمنتخب وبتغير خمسه يعني احنا النهارده ما غيرناش الخمسه والتغييرات جت متاخره شويه فعشان تتغلب بعض الشيء على حته الاجهاد يعني. لكن في اجهاد طبعا في بعض اللاعبين ده ما فيش شك في كده. الحاجه الثانيه انه دي بقى النقطه اللي كانت مهمه انه ما تلعبش ماتشات وديه للمنتخب المصري في الاجنده الدوليه. فبرضو انت بتجيب المنتخب بتجمعه سريعا في يوم ولا اتنين وبتلعب يعني ما بس ده قرار المدير الفني. طبعا لو المدير الفني عايز يعمل ما هيعمل. بقول لك ما هو مبرر حسام ان ضغط المباريات بالظبط هو ضغط الدوري وبطوله افريقيا وهكذا يعني او يعني الاسباب دي يعني فهو اللي خلاه يتمنع او يمنع نفسه انه يعمل مباراه وديه. بس ده كلام مش صح. ما بقول لك اختيار كلام مش صح يا كابتن. ماشي انا في الاول وفي الاخر انا مدير فني منتخب. لا. يهمني انا كمان ان صح. انا اشوف لعيبتي في الملعب. يهمني كمان ان انا شكل اقيم اللعيبه وشكل الفرقه اللعيبه دي هتتاقلم مع الفكر اللي انا عايزه ولا لا يعني. انما النهارده اقعد سنه كامله ما بلعبش ماتش ودي وبعدين اجي اقول الظروف كانت صعبه لا يعني دي غلطه كابتن. لا ماشي وانا بقولكش ان هي مش غلطه حسام بس كان ممكن يبقى في تحضيرات ثانيه يا كابتن اسامه يعني ممكن البعض يتفق في الظروف دي ممكن ان في ماتشات وكان في خناقات كتير على الماتشات هتلعب امتى ايوه. طب لما لعيبه تجيلي ده دوري انا بقى ان انا ابدا اخلق لهم ايه في اربع ايام اصل انت خد بالك انت بتتعامل مع لعيبه انا بوجهه نظري انا الشخصيه ان انا ضد ان هو انا في اربع ايام ما اقدرش اشرح حاجه او في اسبوع ما اعرفش اشرح حاجه طبعاً. لا هيشرح طبعا خاصه دول لعيبه دوليين وهيستوعبوا بسرعه انت ده اعلى طبعاً. اعلى لعيبه المفروض اعلى ليفل لعيبه موجوده عندك وانا كمان ليا دور في اختياراتي بالظبط اختياراتي اللي هي تقدر احط لعيبه جوه الملعب ما تبينش الاجهاد ودي نقطه مهمه جدا ازاي وانا مجهد الكره في رجلي حتى استخدام الخمس لعيبه الاحتياط بس كده انا ممكن اقعد اعمل بيلد اعمل بنايه هجمه اعمل بدايه هجمه ممكن اقعد فيها دقيقتين اريح لعيبتي لكن انت المباراتين بتلعب كور طويله المباراتين لو حياتك شفت خدت بالك انت مباراه انجولا أيوة ممكن شوط ثاني عملت بدايه هجمه واحده وبقيه المباراه بتعمل كور طويله ما هو برده ده عكس ان انا عندي اجهاد ما لو عندي اجهاد ما العبش كور طويله عندي اجهاد اللي احنا يعني الحاجات احنا نعرفها ان هو ايه خلي الكوره في رجلك تعبان دور الكوره بتتعب صح ده بالبلدي كده امكانيات اللعيبه دي عادل بس هو ان هو الضغط عادل من اتنين باكين يعني النهارده انت بتلعب باحمد توفيق اصلا مش باك رايت ما هو ده تمام ده انا بقول لك الثلاثه الميد فيلدرز هو ده الاختيار بقى هو الاختيار بالاول انا اللي اختار الاول اللعيبه اللي تقدر توديني للحته دي انا النهارده عندي مشكله في عندي اجهاد عندي لعيبه مش ما بتلعبش مع بعض كتير اشوف اللعيبه اللي تقدر تعمل لي ده اللعيبه اللي عندها رؤيه جوه الملعب اللي عندها شخصيه جوه الملعب اللي هي مش محتاجه مدرب يقول لها اعمل باس ازاي مش محتاجه مدرب يقول لها اعمل استحواذ امتى لكن انت اصلا خدت مفاتيح اللعب اللي هم بيستحوذوا حطيتهم في اماكن ما ينفعش استحوذ فيها مش ما ينفعش استحوذ فيها مغير انت وديته في حته بعيده خالص يعني انت عندك التيم ده شايف ان فيه قفشه وعبد الله السعيد موجودين عندك اتنين بيعرفوا يتحكموا في اي رتم اي حد كانوا بيلعبوا مع فرق كبيره بيتحكموا في رتم المباراه بس مش موجودين واحد مش موجود والتاني بيتلعبوا واحد جناح واحد مش موجود واحد بيتلعبوا جناح بس لا هو ده دي الاختيارات انا شايف دي اكتر حته انا شايف ان الجهاز كان لازم يشتغل عليها الفتره اللي فاتت اكتر لعيبه الكره في الملعب لازم عندي جناح تاني الكره تروح تقف عنده العب كوره بس هو مين يا بلال الجناح اللي احنا يعني قلنا رمضان مصاب قلنا شريف انا من وجهه نظري محمد شريف من وجهه نظري محمد شريف او صلاح ويلعب صلاح محسن يعني او صلاح محسن ماشي هما الاثنين عندهم السرعه ويقدروا يلعبوا كاونتر يقدروا كمان يخدموك في طريقه اللعب دي
يعني النهارده لما تيجي تلعب اسلام بثلاثه فلات في نص ملعب كده زي حمدي وقدامه السوليه وقدامه عمر جابر، يبقى لازم العب بثلاثه عندهم سرعات قدام طالما انا مش عايز استحوذ. يعني خلاص هو باين المسج واصله لكل الناس ان منتخب مصر النهارده مش يعني ساعتها ما كانش لازم قفشه مثلا. اه طبعا يبقى لا يبقى مش موجود قفشه طالما هتلعب بالثلاثه اللي موجودين دول، يبقى العب باثنين طرفين سرعه جدا والعب بفيرويد زي مصطفى محمد مثلا، العب بشريف، العب بصلاح محسن ناحيه الشمال، لعيب عنده سرعه ولعيب عنده مهاره يقدر يعدي يقدر يروح تستغله في كاونتر اتاك كره طويله. لكن النهارده لو انت كنت جبت كره من شويه كده منتخب مصر تسعه ورا وشريف وصلاح وصلاح ناحيه الشمال، طب ناحيه اليمين فين؟ مش موجود، مفيش حد موجود. يعني لو قطعت الكوره في 3 على 2 واقفين في حته واقفين في 20 30 متر، فسهل جدا زي ما كانت كل كوره بتتلعب اثنين شريف موجود وصلاح موجود، هاي كوره اهي تمام الاثنين هم مش باينين بس هتلاقي شريف وصلاح متطرف الناحيه دي مفيش حد. هل قفشه ممكن يعمل السبرنت؟ هل هو سبرنتر؟ لا طبعا. وفي حاجه ثانيه برضه يعني هي حته غريبه شويه بعيد. انا اتفضل يا كابتن. بص هي النقطه دي اللي انا كنت بقول لك عليها، طالما قفشه بيخش في العمق كده كتير وده طبيعه لعبه، لان احنا قلنا دي المكان المميز لقفشه. أيوة. اللي هو المنطقه اللي تحت الفيرويد اللي هي رقم 10، لازم الباك يبقى طياره يا اما اللي بيلعب هاف ناحيه الشمال بيعرف يلعب على الاطراف. يعني احنا في الطريقه التقليديه هو لو لعب ب 4 2 1 3 1 لا وانا كانت عندي جناحين انا لاعب المباراه اللي قبلها باربع ايام انا لاعب بجناحين ازاي يعني ليه استغنى عن الاثنين ما استغنى عن واحد؟ ما هو استغنى عن واحد ما ينفعش. هو بيعتبر ان صلاح واحد يبقى صلاح اثنين. لا هو بيعتبر ان صلاح يعني مكان يعني اللي لعب الشحات وزيزو هو بيعتبر صلاح اكنه مكان واحد، هو استغنى عن واحد اللي احنا بنتكلم عليه. أيوة. ان هو الطرف الشمال. الطرف الشمال ومش احنا المباراه اللي فاتت الشحات وزيزو لعبوا. ايوه ايوه انا اقصد يعني هو بيعتبر ان صلاح خلاص مكان واحد بيهم. صلاح كابتن قصده يعني صلاح مكان الشحات يعني هو استغنى عن واحد. انت بتتكلم على زيزو بقى طرف الشمال. في واحد لعب ناحيه الشمال واحد فيهم يلعب ناحيه الشمال. انا عندي مواصفات لعيب انا هنجيب لها حل. عندي مواصفات لعيب لعب رقم 8 ولعب رقم 10 ولعب جناح زيزو. زيزو لعب رقم 8 مع الزمالك شويه ولعب في 3 بس هو بيجيد فين؟ انا طب انا ليه يا جماعه بدخل نفسي في كل المواويل دي؟ مش قصدي انا قصدي لو عايز تشيل جناح وتحط لعيب بمواصفات دفاعيه ما تحط زيزو، هو اصلا جناح وعنده مواصفات دفاعيه كويسه. اوكي يعني يعرف يدافع وفي نفس الوقت يعرف يهاجم. حط صلاح وزيزو تحت الشمال وقفشه تحتيهم وقفشه خلص الموضوع. الموضوع بسيط الموضوع بسيط جدا. هو بص يا كابتن خد بالك عدد زيزو لايق ناحيه الشمال احيانا ممكن احنا الاربعه نختلف ماشي. لكن لما لو احنا الاربعه متفقين على نفس النقطه دي فيها خطوره شديده جدا. انا بالنسبه لي انا ممكن ابقى قاعدين مع بعض وممكن حضرتك تقول لي كلمه وكابتن اسامه يقول لي كلمه وكابتن بلال يقول لي كلمه كل واحد تبقوا انتم مختلفين، لكن لما تبقوا انتم مجمعين عليا اذا فانا لا لازم اشوف انا في نقطه عندي لازم اشوفها. أيوه. حتى لو انا مصر ان انا فكري صح لا لازم ارجع لازم هو دي على فكره ده مش اقل من شخصيتي، ده انا شخصيتي القويه تقول لي ان انا لا في حاجه ممكن اكون الناس شايفاها مختلفه. النهارده انت ناس كتير جدا بتتكلم في نفس الاتجاه فدي نقطه مش عيب خالص. خد بالك احنا محللين التحليل ده جزء صغير كده من التدريب، يعني ما ينفعش تقول اقارن المحلل بمدرب. المحلل ده جزء قد كده بالتدريب بيشوف الماتش وبيحلله جزء صغير جدا. التدريب ده علم كبير تفاصيل كتير بحر واسع، لكن التحليل ده جزء صغير. لكن لما الناس كلها المحللين بيتكلموا في نفس النقطه لا لازم ارجع لهم، لان هو بقى جزء مهم وعنصر مهم جدا في المنظومه، فلازم اخد بالي منها. حتى لو سوشيال ميديا واي حد هيقول انا ما بتابعش السوشيال ميديا لا تقول له لا اقف كده لا لازم تتابع. ده كل الناس بتتابع السوشيال ميديا، خد منه اللي انت عايزه ممكن ما متأثرش انا تابعه لكن ما تأثرش. خد منه اللي ما يأثرش عليك شيله على جنب وخد منه الايجابي اللي ينفعك انت كمدرب او بس برضو صح مظبوط الكلام اللي انت بتقوله ده عادل يا كابتن اسامه. هي الموضوع بالنسبه لي ايه؟ ان انا عندي المنتخب بيختار من قائمه 30 في 18. ايوه 30 في 18 ده عدد. أيوة. رقم كبير. عدد كام؟ 30 لاعب من 18 نادي. صح. يعني حوالي 500 لاعب او 540 لعيب. ايوه فبالتالي انا اقدر اوصل للي انا عايزه. انا عندي فكره. ما هو دي انا كمدير فني عندي فكره مظبوط. الفكره دي بحاول اطبقها من خلال اللعيبه. صحيح. اللي انا بختارها صح ولا مش صح؟ وما عندكش ازمه اسلام يعني دايره واسعه. كمل السؤال. دايره واسعه. كمل السؤال. الكلمه اللي انت بتقولها دي كمل السؤال وانا ارد عليك. دي تمهيد للسؤال. فهو انا ليه ما اختارش من الاول
الفكره. وبعدين ما انا اكيد مليون في الميه وانا عارف ان ده حصل ان الكابتن حسام وجهازه الفني اتفرجوا على ماتش الجابون, اتفرجوا على ماتش انجولا, واتفرجوا على مباريات لانجولا ومباريات للجابون. فبالتالي انا كونت الجابون هيلعب ازاي وانجولا هتلعب ازاي لان ده في خلال 4 ايام. مظبوط طبعا. فانا بالتالي وانا بختار لازم اكون بختار المجموعه اللي انا من 540 لعيب اختار المجموعه اللي انا تتناسب معايا مع الفريق. هو ليه الكابتن حسام ما عملش كده ولا هو عمل كده؟ لا انا هقول لك بقى, عشان انت في اول حلقه سالت عادل سؤال او انت قلت له وانا متفق معاك فيها. انت قلت له الاختيارات بتاعت الكابتن حسام 95% منها صح, وانا اعتقد احنا اربعه اهو لو اخترنا ال 25 لعيب اللي هم راحوا المنتخب ممكن نختلف في 2 3 4, لكن في 20 واحد من اللي راحوا او 21 قوام الاساس اختلف عليهم, هم القوام الاساسي. مش عشان احنا بنقلل من لعيبه بقيه لعيبه منتخب مصر, ولكن في بعض اللعيبه اللي ظهروا بشكل جيد في الدوري ولكن ممكن تكون خبراتهم قليله شويه مثلا, والماتشات ضيقه, ماتشات ما فيش ماتشات وديه انت عملتها ما تقدرش تلعبهم على طول. بعض اللعيبه عندهم عدد ماتشات دوليه كبير واحتكوا كتير قوي في كاس عالم قبل كده, في بطولات افريقيا, في الامم يعني, او بطولات انديه زي لعيبه الاهلي والزمالك. عشان كده انا قلت لك الاختيارات مش تقليلا في لعيبه باقي لعيبه مصر, لكن منطقي انه نسبه كبيره هتبقى من الاهلي, نسبه كبيره هتبقى من الزمالك, والمحترفين اللي هم صلاح, مصطفى محمد, تريزيجيه لما يكون سليم, حجازي, يعني في مجموعه كده, نني, في ناس بتختلف والناس بتتفق الاخير نني, يعني في 5 6 اللي هم المحترفين بره, وبعض العناصر من بعض الانديه. فزي ما بقول لك انه الاختيار في ما انا هقول لك بس اسلام الاختيار في مجمله مش وحش, اللعيبه اللي موجوده دي, بس هي الفكره ان الاعب بقى طالما انا اخترت مثلا 20 25 الاعب كل واحد في طبيعه مكانه, ما غيرش طبيعه مكانه عشان الوقت ضيق ومفيش ماتشات وديه. يعني مثلا ما خليش زي النهارده مثلا قفشه ناحيه الشمال, مش محتاج قفشه زي ما بلال قال بقى يبقى العب بثلاثه وثلاثه مثلا, مع ان انا بقول ان قفشه لازم يلعب, يبقى يلعب في طبيعته اللي هينتج لي فيها كتير, لان كمان مفيش ماتشات كتيره لعبناها عشان اجرب قفشه في الموضوع ده وهل هينجح ولا مش هينجح. طيب فهي دي النقطه, لكن اختيار كمجمل اختيار اللعيبه يعني ممكن نختلف في واحد اتنين بالكتير, واحد راح او واحد ما راحش. بص اسلام قال الحاجه المهمه, قال لك يا كابتن اختار 30 لعيب. ايوه بس 30 لعيب يا اسلام, ما انت عندك من 30 لعيب مثلا 3 4 5 6 كان المفروض يبقوا موجودين النهارده في التشكيل. بالظبط, ما دي اللي هو دي اللي احنا بنقول عليها يعني عليها. انت النهارده يا كابتن اسامه, انا اسف, مع احترامنا يعني, انت رايح النهارده عايز من الماتش, هو ده دي النقطه الاهم بالنسبه لك. يعني كابتن حسام انا عايز اكسب. لا بالشكل ده هو انا مش رايح عشان اكسب. ما هو بص اي حد, ما انا انت لما تسالني انا النهارده وانت وانا قاعد وانا رايح العب ماتش ودي اقول لك انا عايز اكسب. طب الطريقه اللي انت لعبت بيها, التشكيل اللي انت لعبت بيه, المهام اللي اديتها للاعيبه داخل الملعب, هل دي فعلا هتكسبك ولا لا؟ ما هو انت برضو احنا بنتفرج وبنقيم, بتقيم بناء على التشكيل اللي انت حطيته وطريقه اللعب اللي انت حطيتها. أيوه. مش انا اللي بحط, لك كابتن حسام اللي بيحط والجهاز الموجود معاه هو اللي بيحط. النهارده لما تحط اثنين باكين, المهام زي ما عادل قال كده, مهام دفاعيه 70%, مهام هجوميه 30%, يبقى انت مش عايز الاثنين الباكين يبقى ليهم ادوار هجوميه واضحه, مش ما لهمش ادوار خالص, لا ادوار هجوميه واضحه, زي مثلا علي معلول كده مثلا يعني. بس اقول لك حاجه, بس ده طبيعي يا بلال يعني. لا ده ممكن يحصل, بس لو على الجابون يعني على الجابون. لا طب اكمل اي مباراه بره ملعبك. الحته الاربعه اللي ورا دول منطقي ماشي. لا منطقي مع الجابون. لا مع اي حد دي الدراسه اللي انت بتتكلم عليها. انا درست الجابون, شفت امكانياتهم, شفت قدراتهم, هل هم فرقه تقيله, هل انا مثلا ممكن الجزء الثاني ارجع ادافع البناء. انا بنيت خط, ما انا ببني عليه يعني. هو ممكن هي وجهه نظر على فكره, ان انا بوقف الاربعه, بس انا اوقف الاربعه بس يبقى عندي اثنين, يبقى عندي جناحين بيقوموا بموظف يعني بمواصفات احنا قاعدين تعوض. احنا قاعدين في تكييف دلوقتي خلي بالك, فممكن نقول ايه ان هو لو كان لعب ب 4 2 3 1 عادي كانت هتبقى افضل.
يعني بمعنى ان هو كان لعب باثنين طارق او يعني حمدي والسوليه او طارق والسوليه او اي اثنين في المكان ده ويلعب بوينج رايت ومحمد صلاح ووينج ليفت زيزو او الشحات او صلاح الشحات او صلاح محسن او شريف او هقول بس هقول نقطه بس محدد الفرقه الكبيره ما بتغيرش من الستايل بتاعها الفرقه الكبيره بتلعب بره زي ما بتلعب جوه الفرقه الكبيره عندها قدره بص انا 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 من المدرسه مختلف معاك تمام لا بس بس ممكن يبقى عندك هويه ممكن يبقى عندك هويه بس جوه الهويه دي انت غيرت الهويه بتاعتك النهارده اصلا غيرت من الشكل كله مش هم على فكره الهويه دي مش في البافيه مفيش شك ان اي فريق اي نادي يعني او منتخب بيبقى ليه شكل في اللعب ثابت ستايل بره وجوه بس احيانا في مباريات بتتطلب منك انك تغير من شكل اللعب هل المباراه دي تحتاج لا انا بقول على دي انا كنت هسالك على دي انا بتكلم على وقت دلوقتي مش بتكلم على النهارده هو الجزء الاولاني يا بلال الجزء الاولاني يمشي بص انا شايفه يمشي بره ملعبك ومعاك صلاح بتلعبه جناح فمحتاج توقف الباك بتاعه شويه كلمه قال لك انت عندك انت اكيد درست انجولا واكيد درست جابون لا انا كده ما درستش جابون كابتن فرقه دفاعيه مهلهله ما عندهمش غير ثلاثه بيلعبوا في المنطقه اللي قدام بيشتغلوا عليهم انت النهارده تلعب بثلاثه في نص ملعب والجابون ماسكه الكوره في نص ملعب على شكل نص ملعبهم كويس هو الحقيقه بلال بقى نص ملعب بس هو الديفنس شويه في لخبطه لكن نص ملعبهم ان انت درست فرقه ممكن تكون درست فرقه الجابون بس لغيت كل مميزاتك انت درست ممكن تكون مميزاتك انت بس انت بقى انت كفرقه ايه مميزاتك انت اتلغت ما انت ما عندكش مميزات النهارده خالص في لا ما هو انت لغيت هي اتلغت عشان تقدر انت تعملها حتى لا استنى بقى حتى النواحي الدفاعيه لا بتضغط كويس اطراف الملعب بتاعتك غير جيده خالص والحته اللي انت واحد على واحد ناحيه اليمين اكتر مكان تلعب فيه ناحيه الشمال هو يعني حتى كمان النواحي يعني حتى كمان لما بتلعب بسيستم عشان تدافع بيه كويس قوي زي ما قالوا كباتن يعني اثنين باكين ثابتين ما اشتغلش بيه كويس الاثنين باكين ثابتين كمان انت بتتهاجم انت عامل اثنين باكين ثابتين وثلاثه في نص الملعب النهارده في سته دبل رقم 20 سته دبل باص النهارده من ناحيه اليمين من ناحيه باهر من الشمال سته دبل باص انفرادات كلها انفرادات من ناحيه لا من ناحيه احمد توفيق سوري توفيق يعني ناحيه الشمال اليمين بتاعتنا اسلام رقم 20 اللي هو دينيس بوانجا ده يعتبر نجم اللقاء اللي هو رقم 20 صراحه كان ست كور ناحيه الشوط الاول ست كور شمالهم يعني منا اللي فيه احمد توفيق وعمر جابر ما هو دي اللي كانت مستغربه ان الناحيه دي فيها صلاح وعمر لا جابر بس خلي بالك صلاح رقم 6 واقف مع صلاح ولا بيهاجم أنا هو واقف مع صلاح ما بيعملش حاجه لا انا اقصد ماشي بس هي في النهايه اقصد في جبهه فيها ثلاثه بتوعنا يعني اكرم احمد توفيق وعمر جابر وصلاح على خط واحد يعني اكن بص كل دي يا كابتن اسامه الرقم 20 بص يا كابتن اسامه انا عايز اقول لك الكره دي هقول لحضرتك حاجه عمر جابر اصلا موجود في المنطقه دي عشان يروح عشان يروح يميل ناحيه صلاح عشان يشتغل عليه ايوه هو عمر جابر طول الوقت بيدافع من القلب بالظبط يعني بتاعته ما بيدافع من القلب انا قلت لك عشان كده هتلاقي صلاح في مواقف كتيره بيرجع كتير قوي عشان عايز يقفل ناحيه احمد توفيق وقلت لك دي مش طبيعه لعبه في ليفربول ليفربول بيأثروا عليه المسافه اللي يروح فيها على الجون يعني هم بيضغطوا لا انا بتكلم قصه ثانيه يعني انا بتكلم انت بتغير طبيعه لعب صلاح يعني صلاح احيانا لما بيجي مع منتخب مصر في شغل كتير جدا في ليفربول بيتعمل عشان يوصلوا صلاح لل 20 متر الاخيره اللي هو بيجيد فيها اجاده غير طبيعيه لكن انت ما لما بقعد اجهد صلاح انا في الدفاع وان يخش في تحت في العمق هو ما عندوش القدرات البدنيه زي ما ساديو ماني مثلا يقدر يروح يدافع لغايه الباك وبعدين يطلع على الجناح تاني وبعدين يرجع تاني لا هو ليه مواصفات معينه بتستغلها احسن استغلال فدي انت افتقدتها النهارده وافتقدت كلنا متفقين ان موضوع قفشه لما بيلعب على الاطراف بيقل كتير حتى هو شخصيا رغم ان هو ما كانش سيء قوي كان معقول يعني لكنه بيقل كتير كشخص هو كلاعب هو وكمان قلل الاستحواذ نحنا ونقل الكوره والعارف كان بيسمع الحاجات دي يبقى لاعب كل واحد في مكانه اللي احنا قلنا فيها ريسك شويه يبقى لاعب كل واحد في مكانه مقبول انا ممكن بالنسبه لي انا ممكن اعمل فكره ان قفشه يلعب ناحيه الشمال ما عنديش مشكله خالص بس دخل صلاح تحت شريف والعب ناحيه اليمين بجناح ناحيه اليمين او بعمر جابر لعبه ناحيه اليمين
والعب بالاربعه دول. اللفه دي عدل مش لفه خالص، خد بالك هي مش لفه خالص. هي انا بقول انت احنا كده لففناهم برده عادي. انت عايز تعمل ايه؟ بص يا كابتن، انت عايز تعمل ايه اصلا في البدايه؟ لا انا مش عارف، انا عايز تعلق صلاح. انت عارف هو السؤال ايه؟ عايز تعلق صلاح. السؤال هو قفشه بيلعب ناحيه الشمال ليه؟ بس هو ده السؤال. حتى لو انت عايز تاخد ريسك، يعني عايز تاخد مخاطره. قفشه بيلعب ناحيه الشمال ليه؟ هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نشوف قفشه بيلعب ناحيه الشمال ليه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. القفشه بيلعب الشمال ولا عايزينه يلعب فين؟ لكن في النهايه برضو كابتن اسامه، وده سؤال مهم جدا، من وجهه نظرك اللي احنا عرفناه من مصدر من اتحاد كره القدم ان هناك اجتماعا لتحديد المصير وتحديد وموقف منتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه، هل انت مع بقاء ام ان كابتن حسام يمشي؟ لا يمشي ليه؟ اصل هو الطبيعي انا متعاقد مع مدير فني انه يستمر لغايه لما يشوف الهدف اللي هو محطوط له يحقق. تمام. ولا لا؟ انت كنتائج حتى الان تعتبر نتيجه جيده، مش ما تقدرش تقول ان النتائج سيئه. هو فعلا الاداء زي ما قلنا في ماتشين انجولا والجابون الاداء مش مرضي، لكن كنتيجه انت اول مجموعه، انت كسبان هنا ومتعادل بره. حتى لو لعبت اداء احسن من كده كان ممكن جدا تطلع برضو متعادل. فانا اعتقد انه طبيعي انه يكمل، يعني عادي طبيعي منطقي يعني. بلال بص، كابتن حسام مدرب كبير يعني، مدرب محترم. عادل بس بيضحك عشان عارف انا هقول ايه. لا بس هو اداؤه مع المنتخبات غير مقنع حقيقه يعني. ممكن يكونوا في مدرب ما يعرفش يعني، ما بيشتغلش مع منتخب، يشتغل مع نادي طبيعي، عايز لعيبه موجوده تحت ايده على طول، عايز لعيبه دايما بيشوفها بيدربها بيشتغل معاها فترات مستمره. فبالتالي دي نوعيه كابتن حسام البدري اعتقد من وجهه نظري يعني. انما شغل المنتخبات ان انت مثلا تستنى، ما اعتقدش يعني. انت مع بقاء ام يعني؟ انا ما اعتقدش ان كابتن حسام ممكن يكمل يعني في الـ في الـ في, 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 في عايز يعيد ولا حاجه والله. مش عايز نساله. طيب عادل انت طب اساله نفس السؤال على فكره. انت لا 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 طيب يعني بلاش عادل اساله نفس السؤال عشان نقول اسئله تانية. ماشي برضه الناس بتتضايق. خليني برضه اسالك في ان يعني الجهاز الفني الفتره القادمه كيف يفكر الجهاز الفني في الفتره القادمه؟ هو ده بقى السؤال يعني اللي احنا نشوف، هل الجهاز الفني الفتره القادمه هل عنده امكانيات ان هو يقدر يغير الشكل الفترة اللي فاتت ولا لا؟ هو ده السؤال. هل الخامة اللي معايا دي انا هعرف اوظفها بشكل جيد ولا لا؟ هل انا هستفيد من الفترة اللي فاتت دي ولا لا؟ خلينا نتفق ان تصفيات كاس العالم مش هي دي المجموعة دي في شهر مارس. لا مش بالظبط، مش هي دي يعني. المجموعة دي مع كامل احترامي ليها انت ممكن تلعب بمنتخب اولمبي وتصعد بيها، خلينا نتفق. لو ما عندكش العناصر عرفنا رايه اساسا. لو ما عندكش رايه لا مش يعني رايه كده، عرفنا رايه في النص من غير ما يقول. اتفضل. مش هقول رايي، انت حضرتك سالتين سؤال وانا برد في الاتجاه ده. فانت مش هو ده الفيصل بيننا، هو البطوله الجاي المباراتين النوك اوت. انا محتاج بقى ابدا اطور من شكل واداء المنتخب، هو ده المفروض. لما تيجي نقعد امتى هتطور؟ امتى؟ لا بص يا بلال، انت لا ما عندكش وقت وجهه نظرك. لا ما اقصدش انا عامه، بس انا ما فيش وقت. انا هقول لك امتى. طيب ما انا مفيش وقت. طب امتى انا هقول لك؟ ما هو ايه الدروس المستفاده للجهاز الفني من ده؟ ان انا اخد لازم اخد اللعيبه قبلها باسبوع على الاقل. على الاقل لا، لازم حاجات كتير. اول حاجه لازم ان انت تتساهل في حقوقك. انت اول واحد هتتحاسب، فانا بالتالي لازم اخرج من ده انك ما تتساهلش في حقوقك، اللي هي ايه؟ معسكرات. المفروض اي مدرب طالما مضيت عقد او انت بتعمل حاجه وانت في منتخب بلدك، يعني مش حكايه مضيت عقد ولا، بس ده منتخب بلدك، طالما ارتضيت انك تبقى موجود في مهمه فانت هتحاسب على كل دقيقه في المهمه دي. لازم يتوفر لك احسن حاجه، لازم تحارب على كل حاجه، لان انت في الاول وفي الاخر انت هتحاسب، مش بتاعتي مين بقى بيلعب ايه مؤجلات. مش انت ممكن تكون عشان اللعيبه عشان الدوري ممكن يكمل سنه انت في حته مش عايز تروح، بس انت طبيعي ان انت لازم تحارب طالما ارتضيت تبقى موجود في حته، لازم تحارب. فانت بالتالي فانا شايف ان لازم يكون عندك اعداد كويس، لازم تشوف اخطائك، ما تبقاش انا كمدرب ما ينفعش ابقى بكابر
في حته، ما ينفعش اروح لحته لوحدي لان كل الناس مجمعين، خلاص احنا كلنا مجمعين، فما ينفعش اروح لنفس الحته لوحدي. رجع صدقني من اسهل حاجات في الدنيا انك ترجع للاساس الدنيا تمشي لوحدها. ازاي؟ الحاجات اللي احنا كنا فيها، ارجع للاساس. هو الموضوع مش معضل، خلي بالك، هو احنا كل مشكلتنا ان احنا هتشيل واحد تحط واحد مكانه، يعني هتشيل واحد توظفه مكانه بس تعدل فرقتك، مش هتعمل حاجه معضله. لان انت برضو في الاول وفي الاخر انت معاك كواليتي كويس من اللعيبه، هو ده المشكله ان احنا عندنا. بس هو خباك المعسكرات ما بقاش فيه معسكرات زي زمان. حتى كابتن انت محتاج بقى تشتغل كتير اجنده دوليه. انا بقى لي فتره انا محتاج احضر بقى، محتاج احضر النهارده اللعيبه بعيد عن يعني بعيد عنه. والجهاز لازم يكون له دور، لازم يكون في ادوار تانية للجهاز، ادوار بمتابعه، ادوار. عموما هنشوف اللي هيحصل الفتره اللي جايه، لانه فتره مهمه جدا في مسيره منتخبنا الوطني. خلال الفتره جت عندك ماتشين في شهر 10 وماتشين في شهر 11، وبعد كده امم افريقيا في شهر 1، بطوله عربيه وبطوله عربيه الاول في اول 12. فبالتالي الجدول مزدحم جدا 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 لكل شيء. نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفتره الجايه. بشكرك جدا يا كابتن اسامه على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا لك يا اسلام. شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، شكرا جزيلا يا كابتن بلال على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن عادل على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره نكون مع حضراتكم على الهواء مباشره، بكره الاثنين يبقى هنبقى الساعه 11 زي ما حضراتكم دايما متعودين مننا في برنامج البيت الكبير. بكره نتقابل مع حضراتكم ان شاء الله في تمام الساعه 11. اشوفكم بكره على كل خير. تصبحوا على خير.